السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نبدأ في الفيديو التاني في السيركيليشنز. السيركيليشن أنا عارف إن هو توبيك تقيل وكبير جدا في الكتاب، ولكن أنا بحاول أنجزه على قد ما أقدر، ما بفوتش حاجات مهمة. امشي ورايا زي ما قلت لك في الحاجات اللي أنا مخطط عليها. يا ريت تذاكر من الفايل اللي أنا بنزله. لو في حد ليه أي تعليق أو أي حاجة مش فاهمها يا ريت يقولي. ويعني أحب أقول لكم إن ده آخر فيديو في المنهج، فشكرا انك كملت معايا كل هذه الفيديوهات بكل هذا المنهج الكبير اللي قعد كتير. يعني يلا نبدأ على طول عشان ما ناخدش وقت. هنبدأ في ايه؟ في اول حاجة عندنا اسمها coronary circulation، وكلمة coronary circulation يعني circulation بتاعت الشرايين التاجية. وكلمة الشرايين التاجية تعود لان الاورطة لما بيطلع من القلب بيتقسم الى 3 main branches بيكون شكلهم عامل زي التاج كده، فدي كلمة بنسمعها كتير، موضوع الشرايين التاجية دي. الكلام في اوله كده اناتومي جدا، والكلام انت عارفه يعني من الاناتومي ان احنا عندنا رايت كورونري ارتري وليفت كورونري ارتري. مين اللي ليه السيطره او مين اللي ليه بريدومينانس؟ بريدومينانس يعني السيطره. بيقول لك ان في 20% من الناس، بص عندنا بريدومينانس اوف وان ارتري مينز ات هاز لارجر ديستريبيوشن اوف بلاد فلو اون ذا كوست اوف ذا اذر، يعني واحد ليه سيطره على الاخر. 50% من الناس بيكون عندهم رايت كورونري ارتري هو اللي بريدومينانس، و20% من الناس بيكون ليهم الليفت ارتري هو اللي البريدومينانس، و30% الباقيين بقى 30% الباقيين بيكون عندهم equal distribution، يعني 50 right 20 left، ال 30% الباقيين equal distribution. كلام عبيط جدا وملوش اي 30 لازمه في الفسيولوجي. كمل معايا ان الليفت كورونري ارتري بيسبلاي الانتيرير واللاترال سيرفيس، لكن الرايت كورونري ارتري بيسبلاي الانفيرير والبوستيرير سيرفيس. طيب عندي الفينز بقى، انا اتكلمت دلوقتي على ايه؟ على الارتريز. اتكلم على الفينز، تلتين الفينز، تلتين قصدي الفينس درينج يعني بيدريند ثرو كورونري ساينس والانتيريور كاردياك فينز، والتلت بيمشي عن طريق فيزلز بتخش ايه دايركتلي انتو ذا هارت تشيمبرز. يعني التلتين بيكون كورونري ساينس وانتيريور كاردياك فينز، ده حاجه اناتومي برضو، والتلت بتكون فيزلز دايركتلي بتفتح في التشيمبرز. حته بتفتح في التشيمبرز دي الصراحه هي المهمه بالنسبه لي، ان احنا دايما فاكرين ان الليفت فينتريكل، الليفت فينتريكل لو جينا رسمنا القلب هنفتكر يعني مع بعض السيركيليشن، ان دايما كنا فاكرين دايما ان الليفت فينتريكل والليفت اتريوم بيكونوا فيهم اوكسجينيتد بلاد، بيورلي اوكسجينيتد بلاد. هيطلع الكلام ده دلوقتي حالا غلط. الكلام غلط ليه؟ لان عندي حاجه اسمها سيبسيان فين. سيبسيان فين دي كونكت الكورونري كابيلاريز تو ذا ليفت فينتريكل. شفت يعني كورونري كابيلاريز اللي هي بيكون فيها سي او 2 بتخش على الليفت فينتريكل عادي جدا. طيب عندي بعد كده حاجه اسمها كورونري بلاد فلو، او ده الموضوع المهم اصلا بالنسبه لي، هو موضوع الكورونري بلاد فلو، يعني كام كميه دم في الدقيقه بتروح للكورونري بلاد فيزلز. وخد بالك ان ده الغذاء بتاع القلب، الغذاء بتاعه، الغذاء بتاعه يعني دي الحاجه اللي بيتغذى عليها او بياكل منها. ما تقوليش على الفينس ريتيرن ولا الكارديك اوت بوت ان ده الغذاء بتاع القلب، لا، الغذاء بتاع القلب هو الكورونري بلاد فلو. ديورنج ريست بيكون 250 مللي في الدقيقه، ديورنج اكسرسايز بيكون 1000 مللي في الدقيقه. الارقام مش حفظ ولكن ليها دلاله هنقولها قدام، ان احنا هنقارن الهارت بحاجات تانية نشوف مين فيهم بياكل اكتر. لان الهارت بياكل اكتر واحد غالبا هو البرين، عشان ده حاجه ايه بتشتغل على طول وكده. بس افتكر معايا ان ديورنج ريست 250 مللي وديورنج اكسرسايز 1000 مللي، يعني ديورنج اكسرسايز الكاردياك اوت بوت بيزيد. طيب في موضوع عندي اسمه كاركترستكس اوف ايه، اوف كورونري بلاد فلو، يعني الكورونري بلاد فلو ده بيتميز بايه. افتكر معايا ان الـ ان الـ هنا الكورونري بلاد فلو ده بيغذي القلب، تمام، غذاء للقلب. القلب محتاج ايه؟ محتاج فيري ريتش بلاد فلو، يعني لازم يكون البلاد فلو عالي جدا، وقلت لك ان 250 مللي دول حاجه عاليه مقارنه بالباقيين. عندنا فيري لو او 2 ريزيرف، معلش بقى خد لي بالك من الحته دي جدا، لو او 2 ريزيرف. يعني ايه او 2 ريزيرف؟ يعني احتياطي من الاكسجين. ازاي القلب ما عندوش احتياطي من الاكسجين مع انه حاجه ميتابوليك وحاجه بتشتغل على طول وبتاع؟ ايوه، هو ما عندوش احتياطي من الاكسجين ولكن عنده increase supply of extra O2 needs to cardiac tissue. يعني ايه الكلام ده؟ يعني mainly الكاردياك تيشو بتحتاج اكسجين ولكن مش بيتخزن، تمام؟ يبقى الريزيرف ده مش بيتخزن، الاكسجين مش بيتخزن. ليه باكد على الحته دي؟ لان دي الحته اللي بتيجي في الام سي كيو وكلنا بنتلخبط فيها. نقول
ازاي ما عندوش اوتو ريزيرف؟ ده هو حاجه ايروبيك وحاجه ميتابوليك وبتاع. اقول لك ايوه، هو بيستهلك اكسجين ولكن مش بيخزنه. تمام كده، مش بيتخزن الاكسجين، مش بيتخزن. طيب حاجه مهمه كمان اسمها ايه؟ اسمها ان الكورونري فيزلز ار فانكشنلي ان ذا ارتريز. يعني ايه فانكشنلي ان ذا ارتريز؟ نو انستيموزس، صح كده، نو سفيشنت انستيموزس. فبالتالي لما واحد يحصل له اوكلوجن، اوكلوجن يعني غلق في الكورونري ارتري، الراجل ده قرب ان هو يموت خلاص. تمام كده، كل البلاد سبلاي فور نيوتريشن فور اول تيشوز بيكون في السيستول اكسبت مين؟ اكسبت مين؟ الليفت فنتركل. الكلام ده قلناه كتير وبنقوله تاني وتالت ورابع، ودي اخر مره نقولها هنا، ان كل الهارت بيتغذى او كل الجسم بيتغذى وقت السيستول ما عدا الليفت فنتركل. ليه؟ هنقول الكلام ده كمان دقيقتين كده ولا حاجه. ازاي نحسب الكورونري بلاد فلو؟ عندنا حاجه اسمها كيتي ميثود. كيتي ميثود ده شبه فيكس برنسبل بالظبط. فيكس ده كان بيقول ايه؟ بيقول ان انت لو عاوز تحسب بلاد فلو بتاع اي حاجه في الدنيا، شوف يعني احقنه ماده معينه، احقنه ماده معينه، وشوف الماده دي دخلت الارتري بنسبه كام وبقت في الفينز بنسبه كام، والفرق بين الارتري والفينز يبقى ده التيشو خده. بس كده، ملهاش اي لازمه ومش مهمه ومش بتتسال فيها. اي حاجه مش بقولها يا جماعه ان شاء الله، يعني حاجه مش مهمه ومش بتتسال فيها. في حاجه عندي اسمها كورونري انجيوجرافي. انجيو يعني فيزلز، ماشي، جرافي يعني تصوير الفيزلز. ازاي بنصور البلاد فيزلز بتاعه الهارت؟ لو تسمع يعني عن حاجه اسمها قسطره، قسطره القلب دي، ان هم بيخشوا بيشوفوا الكورونرز دي، بيخشوا يشوفوها ازاي؟ ان هم بيحقنوا داي يعني صبغه، بيحقنوا صبغه، والصبغه دي بتخليهم يصوروا البلاد فيزلز. كلمه انا عاوزك بس تعرف ان كلمه انجيو ايكوال فيزلز، دي اللي انا عاوزك تعرفها عشان يعني هتفيدنا قدام ولو شفتها في الامتحان ولا حاجه. معلش انا مش عارف اكتب على الموبايل كويس، ولكن يعني ان شاء الله انجيو ايكوال ايه فيزلز، اعرفوها يعني. طيب في عنوان مهم جدا جدا عندي، وده اللي بيتسال بقى كتير، ام سي كيو برضو، كل الاسئله حتى الان ام سي كيو. فاكتورز افكتنج الكورونري بلاد فلو. اللي يوسع على الكورونري بلاد فلو، اول حاجه عندي كاردياك سايكل، هو ده اللي كنا لسه بنتكلم عنه، ان ديورنج سيستول كل كاردياك تيشو بتتغذى، الليفت اتريوم، رايت اتريوم، رايت فينتريكل، اي حاجه في الدنيا بتتغذى ديورنج سيستول. تاني مرحله بالظبط في السيستول في الرابيد ايجكشن. تمام، يبقى موست اوف بلاد، سوري موست اوف بلاد سبلاي فور ذيس بارتس. انهي ذيس بارتس؟ اللي هو كل الكاردياك تيشو يعني، بيحصل في الرابيد ايجكشن ما عدا مين؟ ما عدا الليفت فينتريكل. ماكسيمال بلاد سبلاي تو ذا ليفت فينتريكل بيحصل في الدايستول. في انهي مرحله في الدايستول؟ في الايزو فوليومتريك ريلاكسيشن. عاوز تفهم الموضوع ده هفهمه لك، ولكن مش عليك انك تفهمه. بيقول ان ديورنج رابيد ايجكشن، بيقول لك ان ديورنج رابيد ايجكشن اللي كل الجسم بيتغذى فيها، او دي او ديورنج سيستول، بيكون الليفت فينتريكل ضاغط على البلاد فيزلز فما بيتغذاش منها لان التنشن فيها عالي جدا. لكن ديورنج ايزوفوليومتريك ريلاكسيشن بيكون التنشن قليل جدا في الولز، ومع ذلك الكورونريز فيها دم برضو لان الدايستوليك بلاد بريشر لسه بيكون بخيره، لان لسه في اول مرحله في الدايستول، فاقدر اتغذى في الايزوفوليومتريك ريلاكسيشن. ده سؤال كتير جدا 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 بيجي في الام سي كيو، ان كل الهارت بيتغذى في السيستول في انهي مرحله؟ رابيد ايجكشن، ما عدا مين؟ الليفت فينتريكل اللي بيتغذى في الايزوفوليومتريك ريلاكسيشن. اللي انا بعديه عديه معايا. احنا فين دلوقتي؟ في الفاكتورز افكتنج كورونري بلاد فلو. قلنا اول حاجه الكاردياك سايكل. طيب تاني حاجه ايه؟ الاو 2 ريجيوليشن. كنا بنقول ان الهارت والكدني والبرين عندهم اوتو ريجيوليشن عشان ما يكونوش تحت رحمه مين؟ السمباثاتيك والبارا سمباثاتيك. طيب برضو الموضوع ان رينج، الرينج بتاعي ان لازم يكون المين اورتيك بريشر ساعتها من 60 ل 140 ملي متر اتش جي. يعني في الرينج ده انا يكون عندي اوتو ريجيليشن، اقل من 60 ما اقدرش اتحكم، اكتر من 140 ما اقدرش اتحكم. طب ازاي بيكون عندك اوتو ريجيليشن؟ كنا بنقول ان احنا عندنا مايوجينيك افكت وعندنا ميتابوليزم والكلام ده كله. انا دلوقتي بتكلم على مين؟ على الهارت بالاخص. الحاجه المؤثره جدا في الهارت هو الميتابوليزم بتاع الهارت. بيقول لك لوكال ميتابوليزم از ذا برايمري كنترولر اوف كورونري بلاد فلو. لوكال ميتابوليزم، لوكال، نركز في الموضوع ده، لوكال ميتابوليزم. ازاي لوكال ميتابوليزم؟ لو حصل اكسجين لاك، اكسجين لاك يعني ما بقاش فيه اكسجين كتير، ده معناه ان التيشو شغاله ومحتاجه ايه؟ اكسجين، فبالتالي يحصل فازو دايلاتيشن. وكنا قلنا في الريسبيراتوري ان كل السيستميك سيركيوليشن بيحصل لها فازو دايلاتيشن باي او 2 لاك ما عدا الريسبيراتوري سيستم او البالمونري سيركيوليشن. فبالتالي
لازم نقول عند الهارت ان الـ O2 لاج اهي اكسجين لاج اند فازو دايليتور ميتابولايتس اللي هو كربون دايوكسيد والبوتاسيوم واللاكتيك اسيد والادينوزين بيعملوا ايه؟ بيعملوا فازو دايليتيشن. تمام كده. كنا قلنا قبل كده برضو ان انا عندي البرادي كاينين ذا مين فازو دايليتور او ذا بوتنت فازو دايليتور في السيستميك سيركيليشن. طب هنا الادينوزين يا جماعه، الادينوزين هو الايه بوتنت فازو دايليتور، ولكن الاكسجين لاك رقم واحد. يعني الاكسجين لاك رقم واحد، بعديه بقى في الفازو دايليتور ميتابولايتس مين اهم واحد في دول؟ الادينوزين. ماشي ماشي. يبقى كده خدنا ايه حاجتين، اول حاجه اسمه ايه ده الكاردياك سايكل، تاني حاجه الاكسجين لاك او الميتابولايتس يعني. طيب تالت حاجه الكيميكالز اللي هي الاكسجين لاك برضو والكربون دايوكسيد والادينوزين. هعمل لك الادينوزين بالبول ده هو عشان يفهمك ان هي اهم واحده فيهم يعني. تمام كده. تمام. عندي بقى النيتريك اوكسايد، دي حاجه مهمه جدا موضوع النيتريك اوكسايد ده، وكنا قلنا قبل كده ان النيتريك اوكسايد ده ماده بتطلع من الاندوثيليوم بتعمل فازو دايلاتيشن، كنا قلناها في شابتر البلاد وقلناها برضو في الارتيريال بلاد بريشر، بتعمل فازو دايلاتيشن. تمام. حاجه مهمه ليه؟ لان هنقولها في علاج مرض بيجي لناس كتير قوي. طب نيجي نشوف كده تاثير السمباثاتيك والبارا سمباثاتيك على الكورونري بلاد فيزلز. عامة مش هتسال اس يعني، مش هيقول لك ايه الفاكتورز افكتنج على الكورونري بلاد فلو ترصهم، لا هو بيقول لك كذا بيعمل فازو دايلاتيشن ولا فازو كونستريكشن، كذا بيغذي القلب ولا ما بيغذيهوش كده يعني. طيب نيجي عند الايه النيورال والدايركت نيورال ريفلكس. عندي سمباثاتيك وبارا سمباثاتيك. السمباثاتيك بتعمل فازو كونستريكشن عن طريق الالفا ريسبتورز، والبارا سمباثاتيك بتعمل فازو دايلاتيشن. لكن كنا بنيجي عند الهارت في الاوتونوميك ونقول حاجه مهمه جدا، كنا بنقول ان السمباثاتيك بيعمل فازو دايلاتيشن ان دايركتلي، فازو دايلاتيشن ان دايركتلي اهو سمباثاتيك، سمباثاتيك نركز، سمباثاتيك بيعمل فازو دايلاتيشن ان دايركتلي. طب دايركتلي لا عادي بيعمل دايركتلي. بص نقرا الجمله من اولها، دايركت سمباثاتيك نيرف سبلاي بيعمل فازو كونستريكشن. فلما يعمل فازو كونستريكشن يعمل او 2 لاك وايه واكوميليشن اوف ميتابولايتس، والاو 2 لاك ده كنا بنقول هو البرايمري فاكتور، او كنا بص اهي عشان ايه ما اضحكش عليك في حاجه او ما اقولكش كلام انت مش مستوعبه، اهو كنت بقول لك في اول حته في الاوتو ريجيليشن، في الاوتو ريجيليشن كنت بقول ايه، كنت بقول لوكال ميتابوليزم از ذا برايمري كنترولر اوف كورونري فلو اهو. فبالتالي انا عملت ايه اكسجين لاك، فالاكسجين لاك ده هيعمل لي فازو دايلاتيشن، فالفازو دايلاتيشن ان دايركتلي بيحصل بالسمباثاتيك. فلو سالك بقى انت دلوقتي بتاخد سي في اس وفهم، لو قالك دايركت سمباثاتيك افكت تقول له ايه فازو كونستريكشن، ان دايركت سمباثاتيك افكت فازو دايلاتيشن باي او 2 لاك. طب البارا سمباثاتيك نفس الموضوع بالظبط، دايركت سمباثاتيك دايركت بارا سمباثاتيك فيجال ستيميليشن اهو اللي هو البارا سمباثاتيك دايركتلي يعمل فازو دايلاتيشن، ولكن هو اصلا بيقلل الهارت ريت وبيقلل الاكتيفيتي، فبيتزود كونسنتريشن اوف اوكسجين، بيزود الايه كونسنتريشن اوف اوكسجين فيعمل فازو كونستريكشن، كونسنتريشن اوف اوكسجين يعمل فازو كونستريكشن. يبقى اللي يثبت في دماغك ان دايركت افكت اوف سمباثاتيك فازو دايلاتيشن، ان دايركت افكت اوف بارا سمباثاتيك فازو كونستريكشن. عندي بقى شويه ريفلكسات عبيطه كده، عندي مثلا ريفلكس اسمه ايه ان ريبس ريفلكس. ان ريبس ريفلكس ده بيقول لك ان الفينس ريتيرن لما بيزيد، سوري الفينس ريتيرن لما بيزيد بيحصل بيزود يعني الكورونري بلاد فلو. عندي بيزل جارش ريفلكس، كنا قلنا ان في كيميكالز كده بتطلع تشبه الكيمو ريسبتور بتعمل فول ان ارتيريال بلاد بريشر والهارت ريت اللي هو برادي كارديا، وبتقلل الارتيريال بلاد بريشر والراجل ممكن يموت. في حاجه بقى لم تذكر من قبل وهي الجاسترو كورونري ريفلكس. الجاسترو كورونري ريفلكس، جاسترو يعني معده وكورونري يعني الهارت والبلاد فيزلز اللي بتروح تغذي الهارت يعني. بيقول لك لما بتيجي تاكل اكله مليانه بفاتس اهو جاستريك فولنس يعني المعده اتملت بوجبه سبيشالي فاتي ميل مليانه فاتس بتعمل كورونري فازو كونستريكشن. ليه وقفت عند الحته دي؟ لان الحته دي بتحصل لنا كلنا يعني، واكل حمام واكل بط واكل محشي حاجه كلها فاتس، تلاقي دايما قلبك وجعك عند صدرك كده تحس ان في وجع، انا بتحصل لي كتير جدا. ده ليه؟ ده لان في ريفلكس بين الاستومك وبين الكورونري بلاد فيزلز عملت فازو كونستريكشن. الميتابوليزم بتاع الهارت بيزيد، يعني انت دلوقتي لسه واكل فالميتابوليزم اوف هارت لازم يزيد.
يجي يزيد يلاقي حاصل فازو كونستريكشن في الكورونريز، فهيحصل ايه؟ الوجع ده. الوجع ده بيكون ترانزيانت او يعني مؤقت وبيروح لوحده يعني. هل دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ طبعا حاجه حلوه جدا، لان لو انت لسه واكل اكله دسمه جدا والفاتس والحاجات دي راحت على الكورونري بلاد فيزلز وراحت على الهارت، هتملى الهارت وهتملى الكورونري بلاد فيزلز بفاتس، هيكون في دهون كتير على القلب، وده طبعا ما ينفعش يحصل، لان كده هيحصل اثيروسكلروزس، واثيروسكلروزس معناها تصلب الشرايين. وقفت عندها عشان حته مهمه كلينيكاليه وحته مهمه في حياتنا، ولكن برضو مش مهمه في الاسئله يعني ولا حاجه. عندي موضوع مهم بقى اسمه كورونري ارتري انسفيشنسي، او موضوع اسمه انجينا بيكتوريس. كنا خدناه في الاريثميا ان في حاجه اسمها كورونري ارتري انسفيشنسي، ان تخيل كده لو حصل كورونري ارتري اكلوجن، الكورونري ارتري اتقفل، كان هيحصل حاجات تشينجز يعني في الاي سي جي، هناخدها تاني دلوقتي. ولكن في حاجه لم تذكر من قبل اسمها انجينا بيكتوريس، والانجينا بيكتوريس موضوع مهم كلينيكال جدا، ومهم بعد كده يعني في الطب في السنين اللي جايه، ومهم برضو في سنه اولى يعني، بيتسال فيه ساعات في العملي وفي النظري ساعات يعني. يعني ايه انجينا بيكتوريس؟ كلمه انجينا يعني وجع ناتج عن طريق الفيزلز يعني، وبيكتوريس معناها جاي من كلمه بكتوراليس ميجور وبكتوراليس ماينور يعني الشيست يعني. الوجع ده بيكون نتيجه ايه؟ نتيجه ان حصل فازو كونستريكشن في الكورونريز، ولكن مش نتيجه وجبه بقى لسه واكلها دسمه ولا بتاع، لا هو حصل اوكلوجن، او مش اوكلوجن بقى، لسه ما اتقفلش بس اتقفل نص نص كده، الكورونري ارت اتقفل بس هو فضل مقفول كتير يعني، او هو دايما مقفول مش بسبب وجبه او كده، لا وجبات كتير بقى، فاهم؟ ده بيكون مينلي بسبب اثيروسكلروزس. اثيروسكلروزس يعني تصلب الشرايين، تصلب الشرايين ناتج عن البري ديسبوزيشن يعني اللي هو ترسب الفاتس يعني. فتعال نفهم كده ان هو سيفير بين في الشيست، وجع في الصدر، بيحصل عن طريق بين بروديوسنج سبستانسز اكوميوليتنج في الكاردياك تيشو. ليه؟ ليه؟ ها حته مهمه بقى، ليه؟ عشان ان اديكويت بالاحمر، ان اديكويت كورونري بلاد فلو، الكورونري بلاد فلو مش مكفي القلب، فبالتالي القلب يتوجع، يحس ان هو موجوع جدا. عامة البين ده هتاخده في سنة تانية ان شاء الله، هو عبارة عن كيميكال سبستانسز بتطلع على بين ريسبتورز تحسسنا بالوجع. الكيميكال سبستانسز هنا هو الادينوزين والكربون دايوكسيد والاتش بوزيتيف، الحاجات اللي بتطلع ديو تو او تو لاك، ان ما فيش اكسجين. طب ما فيش اكسجين ليه؟ لان الكورونري بلاد فلو قليل، فاهم الفكرة؟ تمام. الوجع ده يظهر اونلي ديورنج ايفورت. يعني ايه ايفورت؟ يعني وانت بتعمل مجهود او انت بتعمل اكسرسايز. ليه؟ لان ديورنج ريست المتطلبات الكاردياك تيشو سهله، 250 مللي في الدقيقه مش مشكله. طب ديورنج اكسرسايز 1000 مللي في الدقيقه، فبالتالي مش هقدر اديك ال 1000 مللي في الدقيقه ده لان انا ضيق. خد بالك ان هنا في الانجينا بيكتروز هو ضيق مش مقفول، تمام؟ تعالج الراجل بتاع الانجينا بيكتروز ده ازاي؟ اديله حاجه بقى تعمل ايه؟ تعمل فازو دايلاتيشن. ايه اللي بيعمل فازو دايلاتيشن؟ كنا لسه قايلينه مهم جدا جدا في الحياه، هو النايترايت، وهنعمله بالاخضر لان ده علاج مهم جدا بيستهلك لناس كتير قوي. النايترايت بيشتغل ازاي؟ النايترايت بيقلل البري لود والافتر لود. البري لود ناتج من الفينوس ريتيرن، والافتر لود ناتج من الارتيريال بلاد بريشر بتاع الاورطه. الكلام ده شرحناه كتير يعني مش هشرحه تاني الحقيقه. البري لود ناتج عن الفينوس ريتيرن هيقل ليه؟ لان انا عملت فينو دايلاتيشن. خد بالك ان النايترايت بيعمل فازو دايلاتيشن وفينو دايلاتيشن. انا عملت فينو دايلاتيشن، فمبقاش في دم كتير راجع للهارت، فبالتالي القلب مش بيضخ كميه دم كتيره ومش بيعمل مجهود كتير يعني. طب ده حاجه حلوه ولا وحشه؟ طبعا حاجه حلوه جدا، لان متطلبات القلب من الاكسجين قلت، انا قللت الاو 2 ريكوايرمنتس، انا قللت الايه؟ الاو 2 ريكوايرمنتس. لما قلل الاكسجين ريكوايرمنتس بالتالي القلب مش هياخد دم كتير من الكورونرز. خد بالك ان الكورونرز كده كده مقفوله يعني، انا مش هعرف افتحها، حصل اثيروسكلروزس اوريدي فمش هعرف افتحها. فاعمل ايه بقى؟ اسست نفسي على الموضوع ده، اكن بالظبط بابا يعني مرتبه قل ومش هنعرف نزود مرتبه خلاص، فنقلل احنا مصاريفنا. نفس الموضوع بالظبط، الكورونري ارتري حصل فيه اضياء، فانا بقلل الايه؟ الاو 2 ريكويرمنتس. انصح الراجل ده ان هو يعمل اكسرسايز، لان الاكسرسايز بينتج عنه او 2 لاج وسلايت اكسرسايز. يعني خد بالك ان الاكسرسايز بيوجع، بيعمل انجينا بيكتروس، ولسه قايلين انها بتظهر ديورنج ايه؟ ايفورت بس، تمام؟ ديورنج ايفورت. طب ايه؟ اعمل له اكسرسايز وخليه يتوجع؟ لا، يعمل اكسرسايز ايه؟ سلايت اكسرسايز. ليه؟ عشان يعمل او 2 لاك. والاو 2 لاك دي حاجه بقى اول مره نقولها في حياتنا. الاو 2 لاك هيعمل
ادينوزين هيطلع ادينوزين. شوف الادينوزين مهم وبيجي كتير ازاي، فيعمل حاجه اسمها انجيوجينيسيس. انجيوجينيسيس، وقلنا انجيو يعني فيزلز، وجينيسيس يعني تخليق، تخليق فيزلز جديده. يعني انا هخلي الراجل يعمل اكسرسايز خفيف كده، الاكسرسايز الخفيف ده يحسسه بالاكسجين لاك، فيطلع ادينوزين. الادينوزين ده ليه ريسبتورز في الجينات بتعمل انجيوجينيسيس، يعني بتخلق فيزلز جديده. عندي بقى المايوكارديال انفاركشن. المايوكارديال انفاركشن هي مرحله متطوره من الانجينا بيكتورز، يعني ما تطلعش من سنه اولى فاكر ان الانجينا بيكتورز هي يا مايوكارديال انفاركشن. لا، انجينا بيكتورز وجع في الصدر ديو تو فازو كونستريكشن او ديو تو بارشلي اوكلوجن، بارشلي اوكلوجن في الكورونريز، سينتج عنها مايوكارديال انفاركشن لو ما لحقناش الراجل ده. مايوكارديال انفاركشن يعني اوريدي ديث، خلاص بقى يعني لازم نعملها بالاحمر، اوريدي ديث او نيكروزيس اوف كاردياك ماسل، خلاص حته من الكاردياك ماسل ماتت ديو تو كومبليت لاك، بص كومبليت لاك اوف بلاد سبلاي ديو تو توتال اوكلوجن. الثاني كان ايه؟ كان في الانجينا بيكتورز بارشال اوكلوجن، نركز تمام كده. خد بالك بقى ان لما يحصل ديث في المايوكارديال تيشو، هيحصل ان الحاجات اللي كانت جوه التيشو دي هتطلع في الدم، فهيطلع عندك حاجه اسمها سي بي كي، هنعملها بالازرق لانها حاجه مهمه يعني وبنستدل عليها. سي بي كي هو اس جي او تي ولاكتيك دي هيدروجينيز ال دي اتش، دي كده انزيمز بنحللها في الدم عشان نعرف يعني في مايوكارديال انفراكشن ولا لا. لو الانزيمز دي عاليه في الدم، بتعلى في الدم، يبقى معناه مايوكارديال انفاركشن. ليه؟ لان حته من القلب ماتت وطلعت الانزيمز بتاعتها في الدم. ايه اللي تشنجز اللي بتحصل في الاي سي جي؟ كنا قلناها بقى خلاص في الاي سي جي قبل كده، ان هو اس تي سيجمنت اليفيتد والتي ويف اب نورمال، والكيو ويف بتكون ديب وبتفضل طول عمرها ما بتتغيرش. تمام. طيب ايه اللي بيخلي يحصل مايكارديال انفراكشن غير يعني موضوع الانجينا بيكتورز وكده؟ ممكن يحصل شوك مثلا، شوك ده اللي هو سيفير هاي بوتنشن، فبيحصل سيفير فازو كونستريكشن، او ممكن مثلا يحصل ليفت فنتريكولار هارت فيلير. لا نخليها بالاحمر، يعني الراجل بيموت خلاص، ليفت فنتريكولار هارت فيلير، القلب اصلا ما بقاش بيضخ دم فخلاص هيموت يعني. اريثميا، خد بالك ان يعني الاريثميا دي خطيره جدا 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 وبتموت بطريقه فظيعه يعني. او ممكن يحصل رابتشر في الفنتريكولر انيوريزم، يعني كلمه انيوريزم يعني دايلاتيشن في الفنتريكلز، يحصل دايلاتيشن في الفنتريكلز لان الدم اتجمع فيها جامد وبالتالي حصلت رابتشر، ساعتها الراجل ممكن يموت. انا بشرح بسرعه لان الكلام ده مش مهم عليك في سنه اولى يعني. يعني كلام كلينيكال قوي. اللي عاوزك تعرفه سنه اولى هو موضوع الانجينا بيكتورز والعلاج بتاعها النايترايتس، وموضوع سلايت اكسرسايز ده، وعاوزك تعرف موضوع الفرق بينها وبين المايوكارديال انفاركشن. ايه الكاردياك ورك؟ يعني المجهود اللي القلب بيبذله يعني بيكون عباره عن المين ارتيريال بريشر تايمز الكاردياك اوتبوت فاكس، يعني ده اسمه بوتنشال ورك. بوتنشال ورك يعني ورك ريكوايرد تو موف سيرتن اماونت اوف بلاد، يعني انا عاوز ازق كميه دم. عشان ازق كميه الدم ده فلازم اشوف المين بريشر اللي انا بزق ضده، مش انا بزق اجينست الاورتك بريشر صح كده، تايمز الكاردياك اوتبوت، والاثنين عكس بعض. يعني المين ارتير بريشر كل ما يزيد كل ما الكاردياك اوتبوت ايه يقل صح كده، يطلع لي بوتنشال ورك. وفي حاجه اسمها ايه؟ كاينيتيك ورك. كاينيتيك ورك ده اللي هو بقى ادي فيلوسيتي للبلاد. كنا قلنا قبل كده ان القلب بيضخ كميه دم وبعدين بيديها سرعه، بيدي الدم ده سرعه انها تكمل بقيه ايه؟ بقيه الجسم. فده بنسميه كاينيتيك ورك. يعني ايه المهم في الموضوع ده؟ مش عارف الحقيقه. ممكن تتسال لك ازاي في الام سي كيو اول مره نهايلايت بالازرق، مش عارف ده دلالته ايه، ان انا مش عارف يعني مش عارف ده حاجه مهمه ولا مش مهمه، بس اديك عرفتها. الكاردياك ورك كام؟ 80 كيلو جرام بير مينيت، ده الماكسيمم. والكاردياك ورك الطبيعي من 6 ل 8 كيلو جرام بير مينيت، الماكسيمم ده اكيد ديورنج اكسرسايز. يبقى في حاجه اسمها كاردياك ورك ريزيرف، انا بقول يعني عشان انا مش عارف دي حاجه هتيجي ولا لا، فقلت اقولها لكم يعني. ماشي، علمت لك عليها اهو، مش مهم. ميكانيكال افيشنسي، ايه الميكانيكال افيشنسي؟ كنا قلنا قبل كده هو الورك ضن على التوتال اكسبندتشر اوف انرجي، يعني انت بتعمل ورك قد ايه وبتستهلك انرجي قد ايه. ورك كنا قلناها في شابتر المصل، ورك على انرجي يطلع لي ميكانيكال افيشنسي، قلنا الكفاءه بتاعت اي شغلانه في الدنيا، نشوف المبذول الجهد المبذول في الشغلانه دي على الاوتبوت بقى اللي طلع. يعني كل ما المجهود المبذول يزيد كل ما كفاءه الحاجه دي تقل صح كده. طيب تخيل كده السمباثاتيك بيزود
بيزود الافيشنسي اللي بيقللها. طبعا بيقلل الافيشنسي ليه؟ انه بيستهلك اكسجين كتير قوي، يعني بيستهلك اكسجين كتير قوي وبيستهلك انرجي كتير يعني، وبيطلع ورك قليل مقارنة بالانرجي اللي استهلكه. يبقى السمباثاتيك ستيميوليشن بيعمل لي ايه؟ بيقلل لي الميكانيكال افيشنسي. طب والبارا سمباثاتيك؟ طبعا بيزودها لي. بارا سمباثاتيك بيخلي الميكانيكال افيشنسي تزيد. ده سؤال ممكن يجي لك ام سي كيو، ممكن يجي لك يعني سؤال ام سي كيو، ان السمباثاتيك بتقلل الميكانيكال افيشنسي. ليه بتقلل الميكانيكال افيشنسي؟ لانها بتزود الانرجي مقارنه بالورك اللي طلع لي يعني. انت يا هارت يعني بتستهلك اكسجين قد ايه؟ طبعا احنا لسه قايلين ان هو حاجه ايروبيك وحاجه بتستهلك اكسجين كتير وبتاع. بيقول لك ان هو بيستهلك من 60 ل 80 مللي بلاد لكل 100 جرام. فاكس يعني مش هعلم عليها حتى. خد بالك ان الاكسجين كونسومشن دي حاجه ممكن نعلم عليها. الاكسجين كونسومشن بيزيد according to inotropic state و الهارت ريت. الانوتروبيك ستيت هي الكونتراكشن، كنا قلنا قبل كده انو يعني كونتراكشن، تمام. في كل ما الكونتراكشن يزيد طبعا كل ما الاكسجين يزيد يعني. طب والهارت ريت كل ما يزيد برضه هيحتاج اكسجين كتير، تمام. طب والتنشن اوف وول، كل ما التنشن اوف وول يزيد كل ما يحتاج اكسجين كتير. الحته دي عاوز اشرح فيها حاجه مهمه يعني، من غير ما نقرا الكلام اللي موجود هكتبها لك يعني. دلوقتي لو واحد عنده هايبر تروفي اوف ذا هارت، هايبر تروفي اوف ذا هارت، الراجل اللي عنده هايبر تروفي ده يعني عضلاته كبيره، الراجل اللي عضلاته كبيره ده بيستهلك اكسجين كتير ولا اكسجين قليل؟ بيستهلك اكسجين قليل، بيستهلك اكسجين قليل مقارنه بحد تاني. يعني موضوع المصل هايبرتروفي ده وحش وحش جدا، وبعد كده ما بنلاقيش فيزلز بتغذي كل هذا السكنس من المصل، وراجل ممكن يجي له هارت فيلير. ولكن لو هتكلم عن اكسجين فهو بيوفر الاكسجين، ماشي كده، بيوفر اكسجين، بيستهلك اكسجين قليل، بيستهلك ايه؟ اكسجين قليل. اكوردنج تو ايه بقى يعني الكلام اللي مكتوب عندك في الكتاب؟ اكوردنج تو لابلاس لو، according to لابلاس لو. لابلاس لو ده بيقول لك، كنا اللي عارفينه يعني على لابلاس لو، ان البريشر ايكوال تنشن على الراديوس، او العكس يعني. ولو قلت لك مثلا التنشن ايكوال بريشر في الراديوس، غلط يعني. هو زودنا عليها حاجه تانية بقى، ان التنشن ايكوال بريشر في الراديوس على ال W. W ده اللي هي الوول سيكنس. وول ايه؟ وول سيكنس، تمام. الوول سيكنس كل ما يزيد، بص الوول سيكنس كل ما يزيد، وول سيكنس كل ما يزيد كل ما التنشن يقل. ولو التنشن قل بالتالي ال O2 consumption هيقل، ماشي كده. تعال نعلم على الكلام اللي هنا ولو اني مش عاوز قوي. بص ان دايليتد هارت، ان دايليتد هارت يعني الهارت دايليتد هيحتاج ايه؟ مور تنشن از نيدد، صح. هنحتاج نزود التنشن. التنشن ده التوتر او الشد يعني، ان احنا نشد الفيز، فبالتالي مور او 2 كونسامشن. طب ان كاردياك هايبرتروفي، لا في كاردياك هايبرتروفي التنشن هيقل، تمام كده. والانوتروبيك ستيت هتزيد. الانوتروبيك ستيت كنا لسه قايلينها انوتروبيك يعني ديجري اوف كونتراكشن، بتحتاج او 2 كونسامشن. فانت تقول لي هيحصل هايبرتروفي فبالتالي الانوتروبيك ستيت هتزيد فبالتالي هحتاج او 2 كونسامشن. قال لك ما تخافش، ما هو ده بيتعوض كومبنسيتد او اوبوزد، اوبوزد يعني بيعاكس بالديكريز او 2 كونسامشن او ريكويرمنت سينس ذا تنشن از ديكريز. اللي عاوزك تعرفه ان الهايبرتروفي بتقلل او 2 كونسامشن. كده خلصنا الكورونري بلاد فلو. ممكن تاخد يعني ايه ريست 5 ثواني كده، انا هاخد ريست 5 ثواني وبعدين تكمل الفيديو. تعالوا نبدأ في موضوع جديد خالص لم يؤتى من قبل ولم نذكره من قبل، هو السيريبرال سيركيليشن. يعني ايه سيريبرال سيركيليشن؟ كلمة سيريبرال معناها المخ، تمام. معناها ايه؟ المخ. يبقى كل كلامنا هنا على المخ كبرين تيشو نفسه يعني. هنتكلم برضو عن السيريبرال بلاد فلو والديترمنتس بتاعته وكده، صح صح معايا، لان الكلام هنا جديد خالص ما قلناهوش قبل كده، وكلام مش معروف بالنسبة لك. مش هقدر اقول لك ان هو مش مهم في الامتحان، ولكن ممكن يجي عليه سؤال ام سي كيو ولا حاجه. ولكن برضو الحاجات المهمه اللي احنا نقول عليها، الباقي افكس له. تعالوا نبدا كده بسرعه. في الاول يعني بقول لك ان السيريبرال بلاد فلو بيعتمد على 4 ارترز، 2 انترنال كاروتيد واثنين فيرتبرال ارترز. الكلام اناتومي انت ممكن تكون لسه ما خدتوش دلوقتي، ولكن هتاخده في سنه تانية بالتفصيل. مين مهم بالنسبه لي؟ الانترنال كاروتيد هو المهم بالنسبه لي. الانترنال كاروتيد هو ايه المهم بالنسبه لي؟ اهم من مين؟ من الفيرتبرال. ما انا عندي انترنال كاروتيد وفيرتبرال،
فانترنال كاروتيد هو ايه المهم بالنسبه لي. تعالوا نعملها بالاخضر زي الادينوزين اللي كنا عاملينه بالاخضر، ماشي. لو قلت لك بوتنت فازو دايليتور للهارت تقول لي مين؟ ادينوزين. في السيستميك سيركيليشن مين؟ برادي كاينين. الفينوس درينج، عاوزك يعني تعرف ان كل الارتريز والفينز وكده اللي بتغذي البرين محبوسه جوه سكال، محبوسه جوه سكال. دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ طبعا دي حاجه حلوه جدا، لان ده معناه ان الارتريز فوق والفينز فوق مش متاثره باي عالم خارجي. فاعرف يعني ان البلاد اللي بيخش الهيد از امبريزند. بص، امبريزند يعني محبوس او مسجون ان ذا سكال. طب والفينز؟ الفينز في شكل ساينسس. كلمة ساينس يعني جيوب، هي معناها كده جيوب الترجمة الحرفية، ولكن لما اقول لك فينس ساينسس يعني ايه؟ مش فينز كده فيزلز ماشية عادي، لا، في فتحات كده فينز. فينز عاملة زي ايه؟ زي فتحات كده كبيرة او حاجات كبيرة برضو موجودة جوه الفينز، وموجودة قصدي جوه السكال، وبتحميها منها تكون كولابسد. طب لو جينا للكابيلرز، نتكلم عن الكابيلرز بتاعة البرين، هنلاقي ايه؟ كنا قلناها قبل كده انها نون فينستريتد، ونعملها بالاخضر لانها حاجه حلوه جدا. نون فينستريتد كابيلاريز ماسكه في تايت جونكشن، والتايت جونكشن هي الروابط اللي بتمسك الكابيلاريز ببعضها. طب الترانسبورت بيمشي ازاي؟ الترانسبورت بيمشي فيزيكولار ترانسبورت. كلمه فيزيكولار ترانسبورت يعني بنعمل فيزيكال وننقلها، مش بنعتمد على الاكستشينج. ده بيساعد في ايه؟ في البلاد برين بارير. طبعا دي حاجه مهمه جدا، بلاد برين بارير اللي هو بيحمي المخ ان هو يدخل له اي حاجه. ولكن في حاجه مهمه بقى لازم نتكلم عنها، وتجيلك كتير قوي في ام سي كيو، بتيجي كتير ام سي كيو، هكتبها اهو ام سي كيو. بص، المهم بقوله لك ان في الليبيدز والامونيا والايثانول والاناثيتكس كلهم بيعدوا البلاد برين بارير. يعني ايه الكلام ده يا ريس؟ يعني البلاد برين بارير يخترق، يخترق، في ناس بتعديه. مين الناس دي؟ الليبيدز. الليبيدز يعني ايه؟ الفاتس والكلام ده كله، الكيتون بودز بتعدي، صح. الامونيا هي ال NH3، ودي حاجه مهمه لازم اقولها، مش ال NH4 يا جماعه. الامونيا ايكوال NH3 مش NH4، بتعدي وتعمل اصلا توكسيستي. يعني الايثانول هو الكحول، الكحول اللي هو الخمره، الخمره بتعدي، بتعدي البلاد برين بارير. والاناثيتكس اللي هو البنج، البنج اكيد مش هنبنج واحد والبنج مش بيعدي يعني البلاد برين بارير، امال هو هينام ازاي وهيتخدر ازاي؟ ده مش راضي يتعدى، مش راضي يتكتم. ايه البنج؟ الحاجات دي بتكروس البلاد برين بارير. اوكي، هتجيلك في الام سي كيو. طيب الانرفيشن، الانرفيشن اللي هو البلاد، اللي هو السمباثيتك والبارا سمباثيتك، هل مؤثر على السيريبرال؟ المفروض تقولي لا، من غير ما تستنى شرحي، لان البرين والهارت والكيدني او 2 ريجوليشن مش تحت رحمه ايه؟ السمباثاتيك والبارا سمباثاتيك. ولكن في طبعا سمباثاتيك وبارا سمباثاتيك، ولكن السمباثاتيك بيكون فيه نور ابنفرين ونيوروبيبتايد واي، مش مهم، مش مهم خالص كلمه نيوروبيبتايد واي دي، ما تشغلش نفسك بيها. بيطلع منين؟ من السيرفايكال سمباثاتيك جانجليا. كنا بنقول ان احنا عندنا جانجليات سيرفايكال وثوراسيك ماشيه على الفيرتبرال كولوم، حتى كنا بنسميها فيرتبرال تشين. طيب جوه الانترا سيريبرال، جوه المخ نفسه، في نور ادرينرجيك نيورونز. السيل بادز بتاعتها ايه؟ السيل بادز دي مش احنا عندنا سيل بادي واكزون؟ السيل بادي موجود جوه البرين نفسه، في البرين ستيم، فور لوكال ريجوليشن اوف سيريبرال بلاد فلو. يبقى انا كسمباثاتيك بتحكم، بس حاجه ويك، ويك فازو كونستريكشن، حاجه ضعيفه جدا يعني، لازم كنت انت تستكشفها منك لنفسك، ويك، حاجه ويك خالص. طب الاوتو ريجوليشن حلو جدا عن طريق اندرا سيريبرال ايه؟ نور ادرينرجيك. مفيش باراسمباثيك؟ لا، في ايه الباراسمباثيك اللي بيطلع عندي؟ فيشيال نيرف. فيشيال نيرف ده اللي هو العصب السابع، كنا نقول ايه 1973، ثالث، سابع، تاسع، عاشر، العصب السابع بيطلع لي باراسمباثيك. كلام اناتومي جدا ومعلش اعذرني فيه، ولكن ممكن يتسال ام سي كيو. يبقى السمباثيك اللي تعرفه ويك، لا نعملها لك بايه؟ بلون اخضر كده. حاجه ليه اخضر؟ عشان طبعا الاوتو ريجوليشن من رحمه ربنا، عشان ابقى تحت رحمه مين؟ السمباثيك احنا، تمام. والاوتو ريجوليشن انترا سيريبرال والباراسمباثيك الفيشيال. ازاي تحسب السيريبرال بلاد فلو؟ بنفس ام كيتي ميثود المستفزه دي اللي بتعتمد على فيكس ميثود. مهمه في كيتي ميثود ده؟ لا مش مهمه خالص. عشان تحسب ريجونال ديستريبيوشن بتاع البلاد فلو، في حاجه اسمها زينون 133، كنا خدنا زيها بالظبط
في الشابتر الريسبيراتوري كان في حاجه اسمها زينون 131 عشان تحسب الفنتيليشن بيرفيوجن ريشيو بين الايبكس و البيس. مش مهم خالص. طيب ايه المهم عندي؟ المهم هو الكلام ده نورمال فاليوز اوف سيريبرال بلاد فلو. لو تفتكر الكوروناري كنا بنقول عليها بتاخد كام؟ 250 مللي في الدقيقه ديورنج ريست و1000 مللي في الدقيقه ديورنج اكسرسايز. السيريبرال كام بقى؟ 750 مللي في الدقيقه. كتير قوي، كتير كتير يعني، فوقك من اللي جاي بعد كده. ولكن ما قالكش ديورنج ريست وديورنج اكسرسايز، لان هناخد كمان شويه ان ديورنج ريست او ديورنج اكسرسايز سيريبرال بلاد فلو ثابت، هو 750 مللي في الدقيقه. طب هو احسن كده ولا الهارت؟ طبعا الهارت. ليه؟ لان الهارت كده ايه، الدنيا حلوه عنده كويس. مين بياخد دم اكتر؟ السيريبرال بلاد من السيريبرال بلاد فلو يعني الجراي ماتر ولا الوايت ماتر؟ الجراي ماتر. عارفين ايه الجراي ماتر والوايت ماتر دي؟ لو جينا رسمنا سيكشن كده، سيكشن كده في السباينال كورد، كان عندي جراي ماتر جوه ووايت ماتر بره، صح؟ جراي ماتر جوه ووايت ماتر بره. الكلام ده عكسه في البرين، البرين الوايت هي اللي جوه والجراي اللي بره. مش مهم، المهم اللي تعرفه يعني ان الجراي دي هي الايه، السيل بوديز. كنا لسه بنرسم ايه بتاع كده، سيل بودي واكزون. السيل بوديز هي الجراي ماتر، بتاخد دم اكتر بكتير من الوايت ماتر. تمام كده معايا يا ابني؟ السيل بوديز دي بتاخد دم اكتر بكتير من الوايت ماتر لانها هي دي المتحكمه. تمام. وبيقول لك بقى معلومه جميله كده، بيقول لك تخيل كده ان 2% من وزن الجسم، المخ يعني، بيمثل المخ بيمثل 2% من وزن الجسم، بيستهلك 20% من الاكسجين بتاعه. يا جماعه كنت قلت لكم قبل كده البرين الاكل الوحيد بتاعه اللي ما يقدرش يستغنى عنه اكسجين وجلوكوز، اكسجين وجلوكوز. تقدر تعيش قد ايه من غير اكسجين؟ بيقول لك لو اكتر من 2 لـ4 دقايق هيحصل اسكيميا وايريفرسبل دامج. كنت قلتها لكم دي، ان المخ يقدر يستحمل من 3 دقايق ونص لـ4 دقايق من غير اكسجين، اكتر من كده يموت. 5 ثواني، لو منعت عنه الاكسجين 5 ثواني يحصل لك لوس اوف كونشسنس، يعني فقدان للوعي بس كده. لكن تموت انت من 2 لـ4 دقايق. يعني المفروض في الافلام يخنقوا الراجل من 2 لـ4 دقايق، ما يخنقوش ثانيتين كده ويسيبوه. ليه؟ لو خنقوه شويه كده وسابوه ممكن يفوق تاني بعد شويه، لان الموضوع ريفرسيبل ويرجع، او لو لحقناه ممكن يرجع. لكن انت تخنق واحد خنقه حلوه كده وما يرجعش فيها، اخنقه من 2 لـ4 دقايق. فاكرين اللي قلت لكم السباح اللي يعني قعد 17 دقيقه في الميه من غير اكسجين، وقعد اهو 17 دقيقه عادي والمخ ما ماتش؟ قال لك ان ده تحدى العلم وبتاع، ولكن الموضوع كان حلو جدا عنده، او مش مستحيل يعني، لانه عمل ادابتيشن قبلها وعود مخه كده. عاوز تعرف ارجع لايه؟ لاخر فيديو في الريسبيراتوري. ايه كاركترستكس اوف سيريبرال بلاد فلو؟ زي ما قلنا كاركترستكس للكورونري بلاد فلو، هنقول كاركترستكس للسيريبرال بلاد فلو. كنت قلت لك اعرف ان كل البلاد فيزلز وكل الفينز جوه السكال، ودي حاجه كويسه حاميهم يعني. في حاجه بقى لسه عاوز اقولها لك دلوقتي حالا اهو، لسه اقولها لك، ان السيريبرال بلاد فلو ريمين ريماركبلي كونستنت، يعني تقريبا بيفضل كونستنت under most physiological condition. يعني انت نايم صاحي بتعمل اكسرسايز بتتنيل على عينك، انت بتاخد نفس ال 750 مللي في الدقيقه. امال ايه اللي بيختلف؟ اللي بيختلف ان في ديستريبيوشن للسيريبرال بلاد فلو. بص ده ايه ده، معناه الكلام الجاي كله، ولكن هنيجي احنا عند الرسمه دي ونعمل عليها كده بالازرق. عند الرسمه دي يعني هي ملخص الهري اللي فوق ده كله. بيقول لك يا سيدي انت نايم او انت صاحي او انت بتعمل اكسرسايز نفس 750 مللي في الدقيقه واحد، يعني مش بيختلفوا. امال ايه اللي بيختلف؟ ان في ريجون، في جزء من المخ بياخد دم اكتر من جزء تاني. عرفوا الكلام ده ازاي؟ صوروا بقى الايه، صوروا المخ وصوروا البلاد سبلاي اللي راح المخ عن طريق صبغه كده حقنوها. مش مهم خالص الموضوع ده، ولكن اعرف يعني ان مثلا وانت بتذاكر ال 750 مللي في الدقيقه مش بيزيدوا. امال ايه اللي بيزيد؟ ان الجزء المسؤول عن المذاكره اللي هو الفرونتال كورتكس مثلا بيجيله دم اكتر من الاجزاء التانيه. فاهم الفكره؟ مش عليك اسماء ومش عليك الفكره دي بالتوضيح، ولكن قلتها لك يعني. طيب ازاي بيحصل ريجوليشن للسيريبرال بلاد فلو؟ كنا هناك قلنا الريجوليشن بيحصل عن طريق في الهارت، يعني عن طريق الكاردياك سايكل وعن طريق الميتابولايتس والكلام ده كله. هنا بقى بيحصل ازاي؟ هنا الموضوع ايه اكثر تعقيدا، لاننا بنتكلم عن البرين
وفي قانون مهم جدا عندي لازم تحفظه، وده اللي هنمشي عليه طول حياتنا في البرين، اسمه سيريبرال بلاد فلو ايكوال سي بي بي على سي في ار. ايه السي بي بي ده؟ سيريبرال بيرفيوجن بريشر ايكوال السي بي بي. هو السي بي بي ده اسمه سيريبرال بيرفيوجن بريشر. ايه السي في ار ده؟ سيريبرال فاسكولار ريزيستنس. يا ريس تعالى نكتب القانون بشكل اخر عشان هيريحني انا. السيريبرال بلاد فلو قلنا سي اي دي يعني سيريبرال، سي او كورونري. سيريبرال بلاد فلو ايكوال سي بي بي يعني ايه سي بي بي؟ سيريبرال بيرفيوجن بريشر على سيريبرال فاسكولار ريزيستنس. خلاص انا ليه كتبت لك القانون ده؟ عشان احنا متعودين من اول ما بدات معاك في السيولوجي، اللي تحت لو زاد ده يقل، اللي فوق لو زاد ده يزيد. خلاص كده تمام. يبقى الفاكتورز اللي هتاثر على السيريبرال بلاد فلو يا اما تاثر على السيريبرال بيرفيوجن بريشر يا اما تاثر على السيريبرال فاسكولار ريزيستنس. بذكاء كده سيريبرال بيرفيوجن بريشر، كلمه بيرفيوجن كنت بشرحها لك معناها التدفق، انا شرحت لك بلاد فلو وعشت معاك كتير يعني. بيرفيوجن بريشر معناها التدفق، وفاسكولار ريزيستنس اكيد عكس الفلو، لما ازود الريزيستنس هيقلل الفلو اكيد يعني. تمام كده تمام. تعال ناخد اول حاجه هي الفاكتورز التي تؤثر على السيريبرال بيرفيوجن بريشر. سيريبرال بيرفيوجن بريشر ما مش عاوزك تفتكس فيها ولا تفكر في اي حاجه. تعال نفكر مع بعض. ارتيريال بلاد بريشر ات ذا هيد ليفل، تخيل كده يعني في دماغك لو الارتيريال بلاد بريشر عالي هيكون ساعتها ايه؟ البرفيوجن بريشر عالي، صح كده؟ وبالتالي ساعتها السيريبرال بلاد فلو هيكون عالي. ليه؟ لان احنا لسه قايلين القانون بيقول ان السيريبرال برفيوجن بريشر دايركتلي بروبورشنال مع السيريبرال بلاد فلو، فاكيد لو الارتيريال بلاد بريشر عالي السيريبرال هو البتاع هنجلي السيريبرال برفيوجن بريشر هيعلى فالسيريبرال بلاد فلو هيعلى. طب الفينس بريشر ان ذا انترنال جاجولار فين؟ فينس بريشر وخلاص، فكك بلا انترنال جاجولار فين بلا بتاع. الفينس بريشر لو زاد، بص ركز معايا كده، الفينس بريشر لو زاد السيريبرال بيرفيوجن بريشر هيزيد ولا هيقل؟ احنا قلنا الفينز دايما عكس الارتريز، لو الفينس بريشر زاد كده معناها ان انا مش بعمل ري ابزوربشن يا جماعه، وهيعمل اوكلوجن للارتريز وهيضغط على الارتريز وبالتالي هيقلل السيريبرال بلاد فلو. طيب انترا كرينيال بريشر، كنا قلنا ان عندي حاجه كده بتقول ان لو في ورم ضاغط على البلاد فيزلز هتزود لي الانتراكرينيال بريشر وبالتالي هيعمل اوكلوجن للارترز، فبالتالي الارتيريال بلاد بريشر كان لازم يعلى جامد جدا 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 عشان يحافظ على البلاد فيزلز اوبن، وكنا بنسمي ده ايه يا جماعه؟ كوشنج ريفليكس، صح كده؟ تمام. فالانتراكرينيال بريشر اكيد برضو عكس السيريبرال بيرفيوجن بريشر، يبقى السيريبرال بيرفيوجن بريشر دايركتلي مع الارتيريال بلاد بريشر، انفرسلي مع السنتر انفرسلي مع الفينس بريشر، وانفرسلي مع الانترا كرينيال بريشر. الجرافيتي، الجرافيتي كل ما نطلع لفوق اللي بيحصل الجرافيتي بتقل، كل ما ننزل لتحت الجرافيتي بتزيد، ولكن فيها كلام هنقوله كمان شويه. والبلاد فوليوم طبعا دايركتلي بروبورشنال مع السيريبرال بيرفيوجن بريشر لانه دايركتلي بروبورشنال مع الارتيريال بلاد بريشر. طيب تعال نشوف الفاكتورز اللي بتأثر على الشق التاني من القانون اللي هو السيريبرال فاسكولار ريزيستنس. المفروض بقى اي حاجه تزود السيريبرال فاسكولار ريزيستنس تقلل السيريبرال بيرفيوجن بريشر. خلاص بقى قلناها دي، الاوتو ريجيليشن طبعا لانه بيعمل ماسكولار سبازم وكده، البلاد جازز هنقولها، فازو دايليتور سابس، الكلام هنا سهل جدا. تعالوا نبدأ، احنا ده كله كانت مقدمه يعني هقول لك الكلام بالتفصيل. احنا دلوقتي فين عشان ما تتوهش مني؟ انا في السيريبرال بلاد فلو، عاوز اشوف ايه الفاكتورز اللي بتاثر على السيريبرال بلاد فلو. كنا بنقول السيريبرال بلاد فلو ايكوال سيريبرال بيرفيوجن بريشر على سيريبرال فاسكولار ريزيستنس، يعني اي فاكتور يؤثر على السيريبرال بيرفيوجن بريشر دايركتلي يعني يزوده يبقى هيزود السيريبرال بلاد فلو، عشان السؤال مش بيجي دايركت. طيب احنا فين دلوقتي؟ في اول فاكتور عندي بيؤثر على السيريبرال بيرفيوجن بريشر الا وهو الارتيريال بلاد بريشر. الارتيريال بلاد بريشر كل ما يزيد كل ما السيريبرال بلاد فلو يزيد اهو. arise in arterial blood pressure will increase the effective cerebral perfusion pressure. مش عاوز اكتر من كده يا عم الحاج، غير كلام انت عارفه وخدناه كتير قبل كده، ان البرين نفسه in extreme fluctuation. fluctuation يعني مرجحة، مرجحة حرفيا، fluctuation معناها مرجحة. extreme fluctuation in arterial blood pressure the brain itself interfere to regulate the arterial blood pressure. يعني لو الارتيريال بلاد بريشر زاد قوي اكستريم، انا كبرين هتدخل عشان احمي نفسي، انترفير، انا هتدخل عشان احمي نفسي، زي السي ان اس اسكيميك ريفلكس
ايه سي ان اس اسكيميك ريفلكس ده؟ ان الارتيري بلاد بريشر بيقع جامد جدا اقل من 60 مليمتر اتش جي، فبالتالي انا بشغل هايبو ثلاميك فازو دايليتور سنتر. سوري، فانا ايه بتدخل كبرين يعني، وحاجه كمان يعني كنترول كمان، ان الهايبوثالاميك فازو دايليتور سنتر بتتدخل لو في ماركت رايز في الارتيريال بلاد بريشر. كنت قلتها لك قبل كده ان عندي هايبوثالاميك فازو دايليتور سنتر بيتدخل لو الارتيريال بلاد بريشر عالي جدا، وده بيشغل السمباثيك فازو دايليتور سنتر، صح كده؟ وفي السي ان اس اسكيميك ريفليكس الارتيريال بلاد بريشر بيقع جامد جدا، فالبرين نفسه بيتدخل ويشغل الفازو موتور سنتر ويعمل سيفير انكريس في الارتيريال بلاد بريشر. ده اللي انا عاوزه. طب الفينس بريشر، الفينس بريشر فكك بقى انترنال جاجولار ولا نيل، المهم انها فينز، الفينز دي موجوده جنب الفيزلز. لو الفينس بريشر زاد هتضغط على الارتريز، صح كده؟ لما تضغط على الارتريز اكيد هتقلل السريبرال بلاد فلو، لان شبه بعمل لها اوكلوجن، فاهم الفكره؟ فالفينس بريشر كوز ا سيميلر تشينج ان سي اس اف بريشر، يعني لو الفينس بريشر زاد الانتراكرينيال بريشر هيزيد، لان بص رايز ان فينس بريشر هيقلل السريبرال بلاد فلو، تمام كده؟ تمام. ده اللي انا يا جماعه ركزوا مع اللي انا بقوله، بس بعد اذنكم اي كلام تاني هاري وملوش لازم. الفينس بريشر لو زاد هيقلل السريبرال بلاد فلو لانه شبه بيضغط على الفيزلز، ماشي؟ بيضغط، والله انا اكتبها لك، بيضغط عشان انا حاسك مش واثق فيا، بيضغط، النقط مش بتتكتب، على الارترز، على الارترز. فلما يضغط على الارترز هيقلل ايه؟ هيقلل السيريبرال بلاد فلو. وكذلك انتراكرينيال بريشر بقى، الانتراكرينيال بريشر ناتج عن السيريبرو سباينال فلويد سي اس اف، ده موضوع هناخده دلوقتي. المهم يعني كل ما السي اس اف يزيد او كل ما في ضغط داخل السكال يزيد كده بيضغط برضو على الفيزل، صح كده؟ ده ممكن يكون ناتج من السي اس اف او ممكن يكون ناتج من الفينس بريشر، يعني الانتراكرينيال بريشر بتزيد نتيجة السي اس اف او الفينس بريشر، فاهم الفكرة؟ ولو زادت بأي من الاثنين ميكانيزمز ده، الانتراكرينيال بريشر لو زاد بالسي اس اف او بالفينس بريشر هيضغط على الفيزلز ويقلل مين؟ يقلل ال سيريبرال بلاد فلو، فاهم الفكرة؟ نا 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 تمام. كومبريست الفيزلز ار كومبريست، اهو كده خلاص، ده اللي انا عاوزك تعرفه. في حاجة بقى بيقول لك ايه، ان في حالات السيريبرال اسكيميا زي كوشنج ريفليكس، كوشنج ريفليكس ايه اللي بيحصل فيها؟ الانتراكرينيال بريشر بيزيد جدا، انتراكرينيال بريشر زاد جدا. ليه زاد؟ ليه؟ ديو تو تيومر، ان في تيومر ضغط على البلاد فيزل، فبالتالي قفل البلاد فيزل، فبالتالي مين اللي يتدخل؟ البرين نفسه يتدخل يعمل ميدالري فازو موتور سنتر ويزود انكريز الارتيريال بلاد بريشر، فاهم الفكره؟ فبالتالي سيريال بلاد فلو كيب مينتين. احنا عارفين الكوشنج وخلاص، الموضوع سهل. اللي عاوزك تعرفه حتى الان، الارتيريال بلاد بريشر لما يزيد السيريال بلاد فلو يزيد اهو، تمام؟ السيريال بلاد فلو يزيد، الفينس بريشر لما يزيد يقلل السيريبرال بلاد فلو، الانتراكرينال بريشر سواء السي اس اف بسبب يعني سي اس اف او فينس بريشر هي كومبريس الفيزلز وبرضه يقلل السيريبرال بلاد فلو. سي ان اس اسكيميك ريفلكس خلاص قلناه. الجرافيتي، نخش على الجرافيتي. الجرافيتي الكلام فيها رخم شويه ومعقد، فبالتالي صح لي كده. عاوز اقول لك ايه؟ عاوز اقول لك دلوقتي انا جوه السكال، يعني ركز بقى معايا في الحته دي. السكال اهي، السكال اهي، فيها ايه؟ فيها 3 حاجات، فيها ارترز وفيها فينز وفيها سي اس اف، ماشي؟ فيها ارترز وفينز وسي اس اف. انا بتكلم على ايه دلوقتي؟ على السيريبرال بيرفيوجن بريشر او السيريبرال بلاد فلو. يعني يهمني مين؟ يهمني الارترز، صح؟ تمام. بيقول لك وانت طالع لفوق، وانت طالع لفوق ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الارتيريال بلاد بريشر بيقل جدا، كنا قلناها قبل كده، كل ما تطلع لفوق الجرافيتي بتقل فبتسحب الدم لتحت، فالارتيريال بلاد بريشر هيقل. لو الارتيريال بلاد بريشر قل ايه اللي يحصل في السيريبرال بيرفيوجن بريشر؟ تقل، صح كده؟ طيب، ولكن بيقول لك من رحمه ربنا ان الفينز والسي اس اف موجودين معايا في نفس السكال، فلما ده لما الارتيريال بلاد بريشر يقل الفينس بريشر والسي اس اف بيقل هما كمان، بس بيقلوا تو ليسر اكستنت، تو ليسر اكستنت يعني بيقلوا حاجه بسيطه. طيب لو انا كارتري البريشر فيا قل قوي ودول قلوا بس حاجه بسيطه، يعني هما اعلى مني، هيعملوا ايه؟ هيضغطوا عليا، صح؟ صح، مش هما كانوا لسه من شويه بيكمبريس الفيزلز؟ تمام. لما يضغطوا عليا يعملوا ايه؟ يعلوا
الارتيريال بلاد بريشر فيعلوا السريبرال بيرفيوجن بريشر، والعكس صحيح وانت نازل من الطياره. يبقى وانت طالع لفوق، يعني وانت طالع بالطياره لفوق، اللي بيحصل تاني الجرافيتي بتقل، فالدم بيتسحب لتحت، فبالتالي الارتيريال بلاد بريشر يقل، فالسريبرال بيرفيوجن بريشر يقل، ولكن الفينز والسي اس اف البريشر فيهم بيقل تو ليسر اكستنت، يعني يقدروا يضغطوا على الفيزلز. لما يضغطوا على الفيزلز يعلوا الارتيريال بلاد بريشر، فيعلوا السريبرال ايه بيرفيوجن بريشر. الكلام ده مكتوب عندي فين هنا في الكتاب، عشان انا مش اقول لك ان انا مش بهري يعني. بص، هو بيقول لك بوث انترا ارتيريال والانترا فينس بريشر توجذر ويز السي اس اف ار بالانسد ات اول بوينتس. في ايه؟ في بالانس بينهم. تمام. اف ذا بودي از اكسلريتد، اف ذا بودي از اكسلريتد ابورد، بنطلع بالطيار، بلاد موف توورد ذا فيت، الدم بينزل في رجليك، فبالتالي الارتيريال بلاد بريشر بيقل، ديكريس الارتيريال بلاد بريشر، but fall to lesser extent. جبت حاجة من عندي اهو، to lesser extent في ال venous pressure وال intracranial pressure، فبالتالي ال cerebral perfusion pressure partially maintained، بيقل. اه هو بيقل يعني، ما اضحكش عليك، هو ال cerebral perfusion pressure بيقل، ولكن بيقل to ايه؟ to lesser extent، بيقل حاجة بسيطة خالص تقريبا 20%، والعكس صحيح وانت نازل بالطيارة. خلاص مش هنشرحها. طيب لو جيت سألتك عن ال blood volume، اكيد ال blood volume كل ما يزيد كل ما الارتيريال بلاد بريشر يزيد، ولو الارتيريال بلاد بريشر زاد السريبرال بيرفيوجن بريشر هيزيد، فالسريبرال بلاد فلو هيزيد. طب المهم عندي ايه؟ المهم ديورنج هيموريدج، ديورنج هيموريدج يعني بلاد فوليوم خلاص نزيف، والبلاد فوليوم ايه بيقل خالص، فبالتالي يحصل لك ديزنس وممكن لوس اوف كونشسنس وممكن تموت. تمام كده، فول ان ارتيريال بلاد بريشر. يبقى انا عندي خمسه فاكتورز يا جماعه بتاثر على اول فاكتور عندي في القانون. اول فاكتور عندي في القانون، بص انا قاعد بهري ازاي كتير وانا هنجسه لك بسرعه. اول فاكتور عندي في القانون كان السريبرال بيرفيوجن بريشر، في خمسه فاكتورز بتاثر عليه. اول فاكتور عندي ارتيريال بلاد بريشر، كل ما يزيد كل ما يزوده. الفينس بريشر والانتراكرينيال بريشر، كل ما يزيدوا كل ما يقللوا السنترال السريبرال بيرفيوجن بريشر، فبالتالي بيقللوا السريبرال بلاد فلو. السؤال بيجي لك ازاي؟ الفينس بريشر بيعمل ايه في السريبرال بلاد فلو؟ تقول له بيقلل. تمام كده؟ تمام. دول كده ثلاثة فاكتورز. طب وإيه الفاكتور الرابع؟ الجرافيتي والأكسلريشن لسه شارحينها، وخامس حاجة البلاد فوليوم. الشق الثاني من القانون، الفاكتورز أفكتنج على السريبرال فاسكولار ريزيستنس. خلاص بقى أي حاجة بتزود السريبرال فاسكولار ريزيستنس هتقلل السريبرال بلاد فلو. بيقول لك إن الأوتو ريجيليشن عندي بقدر أتحكم فيه من 60 ل 160 مليمتر اتش جي. فاكر في الهارت كان من 60 ل 140، مش فارقة كتير يعني. اقل من كده او اكتر من كده مش بقدر اتحكم عشان بيحصل عندي سينكوب. الاوتو ريجوليشن بيحصل ازاي يا ابني؟ بيحصل عندي بحاجه اسمها مايوجينيك افكت او مايوجينيك ريسبونس. والله لو انا لقيت الارتيريال بلاد بريشر عندي عالي، الارتيريال بلاد بريشر عندي لو عالي، الارتيريال بلاد بريشر عندي لو عالي، ايه اللي هيحصل في البرفيوجن بريشر؟ سيريبرال برفيوجن بريشر هيزيد صح؟ هل انا عاوز في دم كتير يروح للبرين؟ لا، الدم الكتير هيموت لي البرين، فاعمل ايه؟ عاوز اقلل عاوز ساعتها اقلل السريبرال بلاد فلو. انا كل الكلام على السريبرال بلاد فلو، ازود الريزيستنس، ازود الريزيستنس اللي هو السريبرال فاسكولار ريزيستنس. بتزوده ازاي؟ بالمايوجينيك ريسبونس، ان انا بعمل فازو كونستريكشن. فهمت الفكره؟ ان الارتيريال بلاد بريشر عندي لو عالي، عشان كده الناس اللي ضغطهم عالي بيجي لهم ستروك. ستروك يعني جلطه في الدماغ، لان الارتيريال بلاد بريشر عالي، فالسريبرال بيرفيوجن بريشر عالي، فبالتالي لو السريبرال بيرفيوجن بريشر عالي السريبرال بلاد فلو هيعلى. انا مش عاوز السريبرال بلاد فلو يعلى، عاوز اقلل السريبرال بلاد فلو. انا عاوز اقلل السريبرال بلاد فلو، فزود ايه السريبرال فاسكولار ريزيستنس عن طريق الفازو كونستريكشن. فهمت الحته دي يا ابني؟ تمام. ممكن بدأ يعني احنا في الاوتو ريجوليشن مينلي مايوجينيك، ولكن برضو الكاردياك اللي هو سوري الكربون دايوكسيد والاكسجين مؤثرين جدا عليا. مين المهم اكتر؟ البي سي او 2، كنا قلناها في شابتر ريسبيراتوري، ان الكربون دايوكسيد هو اللي بيعدي البلاد برين بارير. تمام كده، يبقى اكوميوليشن اوف كربون دايوكسيد هيعمل فازو دايلاتيشن، فهيقلل السريبرال فاسكولار ريزيستنس، والعكس صحيح. نفس الكلام بنقوله هنا تاني وهنقوله هنا بالتفصيل. ليه يا ابني ال سي او 2 هو سوري ايه اللي حصل ده؟ اوش
ليه CO2 هو اللي بيؤثر على ال blood vessels بتاعة البرين، او بيؤثر على البرين اصلا، لان هو اللي بيعدي ال blood brain barrier. يعني مش عاوزك تقرا كل الكلام ده، اعرف بس ان CO2 لما بيخش جوه بيتحول الى سوري بيتحول الى H بوزيتيف. ازاي؟ عن طريق كربونيك انهيدريز والكلام اللي قلناه ده يعني. فلما الاتش بوزيتيف يزيد بيعمل هايبر فنتيليشن، وبالتالي الهايبر فنتيليشن بينتج عنه ووش اوت اوف كربون دايوكسيد جاز. كنت قلت لك احفظ معايا ان المين فازو دايليتور في سيستميك سيركيليشن هو البراديكاينين، والمين فازو دايليتور في الهارت هو الادينوزين. المين فازو دايليتور في البرين هو الكربون دايوكسيد اندايركتلي، لانه الكربون دايوكسيد بيخش جوه البرين يتحول الى اتش بوزيتيف. فلو سالك مين الاندايركت بوتنت فازو دايليتور على البرين تقول له كربون دايوكسيد. امال مين الدايركت؟ الاتش بوزيتيف. ليه؟ ليه ده اندايركت؟ لانه هو اللي بيعدي البلاد برين بارير وجوه بيتحول لاتش بوزيتيف. طب ليه ما قلناش على الاتش بوزيتيف دايركت؟ لانه ما بيعديش البلاد برين بارير، هو جوه لما بينتج اتش بوزيتيف بيعمل ايه؟ فازو دايلاتيشن. طب ايه اخبار الاو 2 لاك؟ doesn't have much effect على السيريبرال فيزيكس. ليه؟ لانه ما بيعديش اصلا. وكمان غير ان هو ما بيعديش، انا بتحكم لو الارتيريا البي او 2 اللي هو البريشر بتاع الاكسجين قل عن 50، وده ساعتها بيكون الدنيا باظت خالص يعني. طب ايه اللوكال فازو دايليتور؟ هما نفس الاتش بوزيتيف والبوتاسيوم والادينوزين. اهم واحد عندي مين؟ الكربون دايوكسيد جاز يا جماعه. النيتريك اوكسيد ايه اخباره؟ النيتريك اوكسيد سيريبرال فازو دايليتور، بس مش مؤثر قوي يعني. بروبلي نوت ريليتد تو ذا برين ميتابوليزم، مش مؤثر قوي يعني. في حته مهمه جدا في الموضوع ده كنت عاوز اقولها. الفازو اكتيف سبستانسز، ايوه الحته دي، فازو اكتيف سبستانس سيركيليتنج ان ذا سيستميك سيركيليشن هاف نو افكت اون فاسكولار ريزيستنس اوف سيريبرال ارتريولز، لانها لا تعدي البلاد برين بارير. يعني مش اي حاجه معديه. مثلا دلوقتي الجسم كله فيه كاتيكولامينز مثلا، وفي فازو دايليتور سابستنس، او في فازو دايليتور سابستنس، او في اي بتنجان معدي، هل يؤثر على البرين؟ لا، الحاجات اللي بتعدي بس البلاد برين بارير هي تؤثر على البرين. طب ايه اخبار الفازو موتور نيرف؟ كنت قلت لك ان السمباثاتيك بيؤثر بس ويك فازو كونستريكشن، او مش بيؤثر قوي. انا بعتمد على الاوتو ريجوليشن بنسبه كبير اهو، ونعملها بالاخضر برضو. they have and vaso motor nerves they have minimal or no control in the resistance of cerebral، عشان يعني little regulation، عشان انا بعتمد على الاوتو ريجوليشن بنسبه كبيره جدا. خلينا نعملها برضو بالاخضر العنوان ده. الفازو موتور نيرفز مش بتؤثر بنسبه كبيره. الاسئله دي كلها ممكن تيجي ام سي كيو، يعني ان هو ايه، ان الاوتو ريجوليشن هو اهم حاجه، ويسالك بقى طب الباقيين بيؤثروا ولا مش بيؤثروا. الفيسكوستي، لو سالتك عن الفيسكوستي هتقول لي بتزود الريزيستنس ولا بتقللها؟ طبعا بتزود الريزيستنس، واي حاجه تزود الريزيستنس تقلل البلاد فلو، صح كده؟ فالكلام مش ما فيهوش مشكله يعني. ان ال when blood viscosity increase في البوليسايسيميا مثلا cerebral blood flow بيقل، لان الفاسكولار ريزيستنس بتزيد، تمام كده. والانيميا، طب الانيميا بتقلل ايه؟ بتقلل البلاد فلو، قصدي سوري، بتقلل الفاسكولار ريزيستنس وبتزود ايه؟ البلاد فلو. اهي الانيميا كانت اكزامبل موجود برضو في الكتاب اهو. الانيميا، في الانيميا البلاد فيسكوسيتي بتقل، فبالتالي السريبرال بلاد فلو بيزيد، تمام كده. خلصنا الفاكتورز اللي بتأثر على السريبرال بلاد فلو، سواء سريبرال برفيوجن بريشر او سريبرال فاسكولار ريزيستنس. هنكتب القانون اخر مرة. سريبرال، القانون المعوج ده، سريبرال بلاد فلو ايكوال سريبرال برفيوجن بريشر على سريبرال فاسكولار ريزيستنس. اي حاجه تزود الريزيستنس تقلل البلاد فلو، اي حاجه تزود السريبرال بلاد برفيوجن بريشر تزود السريبرال بلاد فلو. انا معلش لو انا بتكلم بسرعه، ولكن انا عاوز انجز الحقيقه. الكلام المهم بقف عنده وبشرحه لك، الكلام المهم بعديه بسرعه. عندي موضوع جديد لم نتحدث عنه من قبل، اسمه السريبروسباينال فلويد. السيريبروسباينال فلويد كنت لسه بقول لك من شويه ان هو بيأثر على الانترا كرينيال بريشر. الانترا كرينيال بريشر يعني البريشر داخل الكرينيوم، وكلمه كرينيوم معناها سكال. كنا بتقول ان الانترا كرينيال بريشر ممكن يؤثر عليه السي اس اف او الفينس بريشر او اي تيومر، بس مينلي هو السي اس اف. السي اس اف تقريبا الفوليوم بتاعه 150 مللي. في كلام اناتومي كتير جدا جدا هنا انا مش عاوزك تعرفه غير الكلام اللي انا هعلم لك عليه.
السي اس اف عباره عن فلويد بيمشي سيركيوليتنج في بتوين ذا اراكنويد ميمبرين اند بيا ماتر. ايه الاراكنويد ميمبرين والبيا ماتر؟ عندي البرين اهو، ده برين، وعندي دي سكال. بينهم ما ينفعش البرين يخبط في السكال، لان السكال دي ايه، عظم يعني، البرين ساعتها هيتعور يعني. بينهم 3 طبقات، ال3 طبقات دول بنسميهم مينينجيز. اول طبقه اسمها ديورا، تاني طبقه اسمها اراكنويد، تالت طبقه اسمها بيا. ادي طبقه، ادي 2، ادي 3 طبقات. بين الاراكنويد والبيا، بين التانيه والتالته، اراكنويد والبيا بين التانيه والتالته، بايه، بيسيركوليت السي اس اف اللي هو السريبرو سباينال فلويد. حجمه قد ايه؟ تقريبا 150 مللي. بيطلع منين؟ مين اللي بينتجه؟ اللي بينتجه حاجه اسمها كورويد بلكسس، اوريجينيت فروم كرويد بلكسس. بس فكك من الباقي، تمام. مين اللي بيصرفه؟ يعني بيتصرف فين؟ بيتصرف في الفينس ساينسيس فيا الاراكنويد فيلاي. كلام حفظ جدا، لانه كلام اناتومي هتاخده في سنه تانية بالتفصيل. اللي بينتجه، ممكن تجي لك ام سي كيو، اللي بينتجه كرويد بلكسس، حاجه اسمها كرويد بلكسس، اللي بيصرفه ابزوربد بحاجه اسمها ايه، اراكنويد فيلاج. تمام كده، تمام. طيب الفانكشن اوف سي اس اف ده اللي مهم، وممكن يجي لك اي سي، دي ممكن نكتب عليها اي سي، تجي لك اي سي نكتبها بالاحمر، لان اول حاجه نقول عليها تتكتب اي سي. الفانكشنز اوف سي اس اف، السي اس اف ده بيعمل ايه؟ يعني هو حاجه كده معديه اي سي. الفانكشنز دي اي سي، تمام. ممكن تيجي اي سي يعني، مش شرط. حاجه كده معديه بين الاراكنويد والبيا ماتر حوالين البرين. بتعمل ايه؟ لازم اول حاجه اقولها لك طبعا، بروتكشن، يعني بتحمي البرين، بتحميه من الانجري. قلت لك ان انا عندي سكال اهي، عندي في سكال وفي برين. سكال ده عظم، ينفع البرين يخبط في عظم كده هيتعور. بلس ان انت لو حصل لك حادثه او حاجه لا قدر الله، السكال تتعور، ثم السي اس اف يمتص الصدمه شويه، ثم الصدمه توصل للبرين يعني، تمام. وتاني حاجه من ضمن الفانكشنز هي كيميكال ستابيليتي. يعني ايه كيميكال ستابيليتي؟ بص، انا كسي اس اف، فكك من الكلام ده كله يعني، ما تقراهوش، افهمه معايا يعني. السي اس اف بيعمل هوميوستاتيك ريجوليشن، يعني لو في حاجه زايده من البرين بترجع للسي اس اف، والسي اس اف يصرفها للدم، والعكس صحيح، لو حاجه ناقصه انا بديها له من الدم، تمام. بعمل هوميوستاتيك ريجوليشن، بعمل اكستشينج يعني بيني وبين البرين. وتالت حاجه، ببريفنت البرين اسكيميا. يعني ايه ببريفنت البرين اسكيميا؟ مش انا كنت قلت لك ان السي اس اف ده مكون اساسي للانترا كرينيال بريشر؟ صح، الانترا كرينيال بريشر. انا بشوف والله، لو الارتيريال بلاد بريشر عالي، انا بقلل الانترا كرينيال بريشر. لو الارتيريال بلاد بريشر عالي، بقلل الانترا كرينيال بريشر عن طريق انها بيعمل لي درينج او ابزوربشن. طب لو قليل، بطلع سي اس اف كتير. يبقى بريفنشن اوف برين اسكيميا ازاي؟ باي ديكريزنج اماونت اوف سي اس اف ان ليميتد سبيس ان ذا سكال، يعني حته ضيقه كده في السكال، البريشر اصلا كده كده فيها عالي، فانا هقلل السي اس اف في الحته دي، والعكس صحيح. المهم التوتال انترا كرينيال بريشر يفضل ايه؟ يفضل تمام هو والبلاد بيرفيوجن. معايا يا ابني؟ يبقى الفانكشنز 3 حاجات. اول حاجه تيجي في دماغك ايه؟ بروتكشن، بيروتكت من الانجري ولا حاجه. تاني حاجه كيميكال ستابيليتي، بحافظ على الهوميوستاتيك ريجوليشن، باخد ودي معايا من الدم. تالت حاجه بريفنشن اوف برين اسكيميا. يعني ايه بريفنشن اوف برين اسكيميا؟ يعني لو البريشر انترا كرينال بريشر عالي، اقل السي اس اف، لو قليل ازوده، تمام. طيب اخر حاجه عندي البلاد برين بارير. البلاد برين بارير كنت قلت لك ان انا عندي الكابيلرز نون فينستريتد في البلاد برين بارير، عشان مش اي حاجه كده تعدي على البرين، لازم تعدي الاول يعني، لازم حاجات معينه بس هي اللي تعدي. كانت الحاجات المعينه اللي بتعدي ايه؟ الليبيدز كلها، والامونيا، والاناسيتيك دراجز، والايثانول. والايثانول هي الخمره او الكحول. البلاد برين بارير بيتكون ازاي؟ ان انا عندي تايت جونكشن بتوين الكابيلاريز وبعضها. بص، في تيشو كابيلاريز، في تايت جونكشن بينهم، وكذلك الكرويد بليكسس برضو عندها تايت جونكشن. في حاجه مهمه بتيجي بقى ام سي كيو، ان في بلاد برين باريرز ان اول ارياز اكسبت هايبوثالامس باينيال جلاند اريا بوستريما. يعني البلاد برين بارير موجود في كل حته في البرين، ما عدا الهايبوثالامس والباينيال جلاند والاريا بوستريما. احفظهم زي ما هم كده، لانهم بيجوا ام سي كيو. معلش معلش، انا قاعد
بس يعني اهو بقول لك على الحاجات المهمه اللي بتيجي ام سي كيو، والباقي ايه بنحاول ننجز في وقت. الصفحات كتيره جدا، وانا عارف ان الشابتر مرهق وممل، ولكن انا بحاول انجزك على قد ما اقدر يعني، بالحفاظ على اي مستوى فهم ممكن نوصل له. ايه الفانكشن بتاعه البلاد برين بارير؟ خلاص بقى يعني، ما هو يعني بيحميني طبعا من اي، هو بريفنت انتري اوف توكسينز مثلا، وبريفنت لوس اوف نيورو ترانسميترز. يعني ايه بريفنت لوس اوف نيورو ترانسميترز؟ يعني المخ نفسه يا جماعه ماشي بفكرة النيورو ترانسميترز بتاعت الاسيتايل كولين بين النيرف وبعضه، او بين اي حاجة وبعضها، في سينابسز جوه بالهبل يعني. تاخد الكلام ده في سنة تانية ان شاء الله بالتفصيل. ما ينفعش بقى النيورو ترانسميترز دي تهرب في الدم كده وتسرح، لا طبعا لازم ايه يكون في بلاد برين باري. خلصنا السريبرال بلاد فلو. انا عارف ان الموضوع مرهق، ولكن دي اهم حاجة في موضوع السيركيليشن، هي والكرونري. يعني الكرونري بلاد فلو والسريبرال بلاد فلو مع الليمفاتيك اللي هو الاديمة، دي اهم حاجات في السريبرال بلاد فلو. السريبرال بلاد فلو يعني زي ما قلت لك، اللي يجي فيه اي سي قلت لك عليه خلاص، اللي يجي ام سي كيو قلت لك عليه. ممكن تاخد نفس عميق لمده 5 ثواني وتكمل، لان اللي جاي خلاص فعلا سهل جدا. يلا بقى نرجع يعني، كفايه بريك خلاص. بص انا خدت بريك والله انا كمان يعني، لان الموضوع متعب فعلا. زي ما قلت لك، كورونري بلاد فلو، سريبرال بلاد فلو، ليمفاتيك سيركيوليشن بما فيهم الاديمه، دي الثلاث مواضيع المهمين اللي ما ينفعش ما تذاكرهمش في السيركيليشن. الام سي كيو والاس انا قلت لك عليه خلاص، الكلام اللي جاي سهل خلاص، كلام احنا عارفينه ان شاء الله، وهيخلص بسرعه جدا. انا مش هتعب في شرحه وانت مش هتتعب في فهمه، ما فيهوش كلام جديد احنا عارفينه. مثلا اول حاجه عندك بالمونري سيركيليشن، وانت خدت شابتر ريسبيراتوري واتبسطت جدا فيه باذن الله يعني، تكون اتبسطت فيه. الكلام خلاص مش جديد، مش هنقول حاجه جديده يعني عنه. اعرف بس ان كلمة pulmonary circulation معناها ال pulmonary circulation اللي انت عارفها، ان الدم يروح من ال right ventricle عن طريق ال pulmonary artery يروح لل lungs، ومن ال lungs عن طريق ال pulmonary vein يروح لل left atrium. هي دي كلمة ال pulmonary circulation. دي بتغذي ال lungs ولا مش بتغذيها؟ مش بتغذيها، زي بالظبط ال heart مش بيتغذى من ال cardiac output ولا ال venous return. امال مين اللي بيغذي ال lungs؟ ال lungs بتتغذى من حاجة اسمها bronchial سيركيليشن، برونكيال سيركيليشن. اوكي، ده الكلام اللي احنا عاوزين نقوله دلوقتي اهو. A portion of bronchial venous blood، او سوري سوري سوري، لا مش دي الحته اللي احنا عاوزينها، هنجي لها دلوقتي اهو. برونكيال سيركيليشن از انتندد فور بلاد سبلاي اوف ذا لانكس، يعني ده اللي جاي عشان يغذي اللانكس. تمام، اسمها برونكيال سيركيليشن وليست البلمونري سيركيليشن. ده سؤال ام سي كيو ماشي، بيجي زي السؤال مش عارف يعني، اعرف انها ايه سؤال ام سي كيو. بيقول لك بقى بورشن اوف، نرجع تاني للون الازرق بتاعنا عادي، الازرق عادي يعني لون لوكال كده وايه، وبينفع. ليه مش بعمل بالاسود؟ في اسود عندنا صح؟ اه لا، بس انا بحب الازرق الصراحه. بورشن اوف برونكيال فينس بلود از نوت دريند انتو سيستميك فين بات دريند انتو بالمونري فين. دي المفاجاه الثانيه. المفاجاه الاولانيه ان كان عندي سيبسيان فينز، بص اكتبها لك جنبها اهي، بلس سيبسيان فينز. كلمة سيبسيان فينز كانت مفاجأة ليه بالنسبة لي؟ لأن سيبسيان فينز دي كانت عبارة عن فينز فيها سي او 2، سي او 2 بيروح للليفت فنتركل. أنت متخيل يعني إيه سي او 2 يروح للليفت فنتركل؟ وأنا اللي فكرك طول عمرك شريفة وعندك أكسجين بس، لا طلعت إيه؟ عندك كربون دايوكسيد جاز كمان. كمان البالمونري فينز اللي بترجع للليفت أتريوم مش شريفة وما عندهاش أكسجين بس، ده في برونكيال فينز بيصب في الإيه؟ في البالمونري فينز، وده معناه إن أنا عندي ميكسد بلاد. هناخد بقى الكاركترستكس اوف بالمونري سيركيليشن، يعني مش عشان هي عبيطه وسهله ما نعملهاش كاركترستكس يعني، ولكن الكاركترستكس احنا عارفينها. كنا مثلا بنقول البالمونري سيركيليشن لو بريشر سيستم ولا هاي بريشر سيستم؟ كلها لو بريشر سيستم، كلها لو بريشر سيستم. فبالتالي اي حاجه لو بريشر سيستم عندنا بتكون ايه؟ ريزرفوار. ليه؟ لان عندي قانون بيقول ان البريشر دايما انفرسلي بروبورشنال مع الفوليوم، البريشر دايما انفرسلي بروبورشنال مع الفوليوم. فبالتالي لو البريشر قليل يبقى الفوليوم كتير، هنعتبرها ايه؟ ريزرفوار، وعندها ريزيستنس قليله اكيد يعني. ليه عندها ريزيستنس قليله؟ لانها شورتر وايدر اند الارتريولز دايما ليتل سموث ماسل، دايما الارتريولز عندها ايه؟ ليتل سموث ماسل. السيستوليك بتاعها اخره 25 ملم اتش جي، والدايستوليك اخره ايه؟ من 8 ل 9 ملم اتش جي، ولكن 25 ملم اتش جي تخليها هاي بريشر سيستم، ولكن الكتاب مش معترف بالموضوع ده، فهنمشي معاه انها ايه؟ لو بريشر سيستم. طيب في حاجه عندي مهمه جدا 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 بتيجي كتير في الام سي كيو، ايه بقى؟
البالمونري سيركيليشن زعلت وقالت هي كورونري سيركيليشن او سيستميك سيركيليشن دايما احسن مني كده في كل حاجه. بتقولوا عليا لو بريشر سيستم، بتقولوا عليا ريزرفوار، بتقولوا عليا الارتيريوز بتاعتي لو ليتل سموث ماسلز، حاجات كده عبيطه مش معترفين بيا فيها. لا انا احسن من السيستميك سيركيليشن في حاجه. قلنا ايه يا ستي الحاجه بتاعتك؟ قالت انا البالس بريشر بتاعي، نركز في الحته دي، انا البالس بريشر بتاعي، ايه البالس بريشر ده؟ سيستوليك ماينس دايستوليك. احسب معايا 25 ناقص 9 او 10 هيديني 15 مللي متر اتش جي، صح كده؟ البلس بريشر بتاعي 15 مللي متر اتش جي. فلو حسبت حاجه كده اسمها بلس بريشر على سيستميك، على سيستوليك، سوري، على سيستوليك بلاد بريشر، هتكون تقريبا يعني بلس بريشر اللي هو 15 على سيستوليك اللي هو 25، 15 على 25 يطلع لي ايه؟ 60% تقريبا، 60% تمام، تقريبا ايه 60%. طب السيستميك كانت كام؟ السيستميك كان البلس بريشر بتاعهم 120 ناقص 80، يعني 40. 40 على 120 يديني 30%، فانا اعلى من السيستميك سيركيليشن في الحته دي. الحته دي ليها لازمه والله ولا ليها لازمه ولا نيد؟ بس هو يعني ايه كده حب يكتبها، وبتيجي كتير ام سي كيو. ايه اللي بيجي فيها كتير ام سي كيو؟ هل البلس بريشر بتاع البلمونري اعلى من السيستميك؟ خد بالك السيستميك ده اللي هو بقيه الجسم يعني. لا السيستميك البلس بريشر بتاعه 40، ده 120 ناقص 80، ولكن هي اعلى في ايه؟ في البلس بريشر على سيستوليك بلاد بريشر اللي هو 15 على 25 دي 60%، لكن في السيستميك 40 على 120 دي 30%. ام سي كيو والله يا ابني ولا لها اي لازمه وما فيهاش فهم اكتر من كده، ولكن بتيجي كتير في الام سي كيو. المين كابيلاري بريشر بتاعي كام؟ 10 مللي متر اتش جي. لان يعني 10 مللي متر اتش جي دي حاجه مهمه ليه؟ عشان تعرف ان هو لو بريشر سيستم. يعني المين بالمونري ارتيريال بريشر 15، احنا قلنا السيستوليك بتاعه 25 مللي متر اتش جي، الدايستوليك من 8 ل 9 مللي متر اتش جي، فهو ايه؟ فالمين 15. وممكن يعني مش متاكد، ممكن يكون عشان كده معتبرينها دايما لو بريشر سيستم، لان المين بتاعها 15. لو تفتكر السيستم كانت 120 80، المين كان 93، ده كام؟ 15. ليه عملت صح هنا؟ بس مش هعمل صح عشان انت ما تتلخبطش. يعني هو ما عنديش للاسف هنا، ما عنديش استيكه يعني. فيعني مش عاوز، بمعنى صح هي مهمه يعني، حته مهمه هنستخدمها قدام. تمام، المين بالمونري بريشر، مين بالمونري ارتيري بريشر 15 دي هنحتاجها، تمام هنحتاجها قدام يعني. والفينوس بريشر 5 فاكس. البري كابيلاري، دي حته بنت ناس جدا. البري كابيلاري ريزيستنس ايكوال البوست كابيلاري ريزيستنس. ليه حته بنت ناس؟ لان كنا بناخد في الفيديو اللي فات ان السيستميك سيركيوليشن البري كابيلاري ريزيستنس بتاعتها اعلى بكتير من البوست كابيلاري ريزيستنس، فبالتالي ككابيلاري كنت بتاثر بمين اكتر، البري ولا البوست؟ البوست كان 1 تو 1، لكن البري كان 1 ل 4. ليه؟ عشان البري قوي فبينقل شويه دم قليلين قوي، لكن البوست عادي 1 to 1. فبالتالي either a rise in either، يعني ايا كان الرايز في الارتيريال او الفينس بريشر، انا هزود in the same level. تمام كده. قارن، بص دلوقتي انا هكتب لك بقى كلمه حلوه قوي، قارن بين السيستميك، قارن بين السيستميك والبالمونري. ليه؟ عشان هي المقارنه دي بتيجي ام سي كيو، يقول لك سوري سيستميك اند، الموبايل ده اند بالمونري. السؤال ده بيجي ام سي كيو، المقارنه دي بتيجي ام سي كيو، يقول لك مين البلس بريشر بتاعه اعلى؟ تقول له سيستميك. طيب مين البلس بريشر على سيستوليك بلاد بريشر اعلى؟ تقول له بالمونري. طيب مين اللي بيتاثر الكابيلاري بتاعته بتتاثر بالبري زي البوست؟ تقول له بالمونري. اوكي، افكت اوف جرافيتي على، سوري، افكت اوف جرافيتي على البالمونري بريشر. الجرافيتي طبعا قلنا كل ما نطلع لفوق كل ما الجرافيتي تقلل البريشر، كل ما ننزل لتحت كل ما تزود البريشر. يعني انا اسف لو في اي شخبطه في الفايل كده بتكون غصب عني. زون 1 اعرف بس ان زون 1 ده الايبكس، زون 3 ده البيز. في الايبكس البريشر بيكون قليل، الطبيعي اهو ده اللي احنا كنا بنقول هنحتاجها. الطبيعي ان المين ارتير بريشر كام؟ مين بالمونري يعني ارتير بريشر كام؟ 15. احنا في البالمونري سيركيليشن خلاص 15. ال 15 دول لو طلعت فوق هينقصوا 10 يبقوا كام؟ 5، ولو نزلت تحت يزيدوا 10 يبقوا كام؟ 25. فاهم حاجه؟ يعني انا فوق بيبقى المين بالمونري بريشر بتاعي 5. ليه؟ لان ال 15 نقصوا 10. طب وتحت زادوا 10. تمام؟ هيجي يسألك الايبكس
بالنسبه للبيز، وانت تفتكره بقى شابتر ريسبيراتوري ودماغك تروح في الريسبيراتوري تقول ما خدتش بريشر في الريسبيراتوري، لا يا حبيبي ده شابتر سي في اس في البالمونري سيركيليشن. يقول لك البيز بالنسبه للايبكس مين فيهم الجرافيتي بتاعتهم اعلى؟ طبعا البيز بذكائك كده، كل ما ينزل تحت كل ما البريشر بتاعه يزيد، يقل 10 يبقى 5، يزيد 10 يبقى 25، فانت لازم تكون حافظ المين اللي هو ال 15 ده. ماشي، حلوه العلامه، فادت اهي ان احنا ايه معلمين عليه. في اناتوميكال ديفرنس بتوين برضو سيستميك والبالمونري، ايه الاناتوميكال ديفرنس؟ الايديما سيفتي فاكتور، فاكر هاير في ايه؟ في البالمونري كانت 27 ملم اتش جي، ليه؟ لان كان عندها ليمفاتيك اكتر وهي لو بريشر سيستم، عمليه لو بريشر. طب في السيستميك كانت 17، يبقى نرجع تاني لحته قارن بين السيستميك والبالمونري. ماشي، نرجع لها كتير يعني، كل شويه ترجع تقارن كده. وفي حته رخمه كده بيقول لك ايه، ادميكشر اوف فينس ويز ارتيريال بلاد، امتى الفينس بلاد يلخبط مع الارتيريال بلاد؟ لسه قايل في البرونكيال سيركيوليشن، في البرونكيال سيركيوليشن ان في برونكيال فينز بتصب في البالمونري فين. طب والكورونري سيركيوليشن؟ لا، الكورونري فينز بتفتح على طول في الليفت فينتريك. تمام كده، الصدمه نكتبها هنا كده ايه، الصدمة التي ايه صدمتنا، كنا فاكرين الليفت فينتريك الشريفة وعندها اكسجين بس، طلع فيه سيبسيان فين بتصب فيه، كنا فاكرين الليفت اللي هي البلمونري فينز شريفة، طلعت ايه؟ طلعت برونكيال سيركيليشن او برونكيال فينز بتصب فيها. مش محتاج اي حاجة من الكلام اللي جاي ده يا جماعة، ده كله كلام اللي هو بتاع ده كده مش محتاجه، ده كلام ايه موجود في شابتر ريسبيراتوري، وتعرف تحفظه او تعرف تفهمه. يعني في حاجة كده حلوة ممكن تجيلك في الام سي كيو اسمها ترانزينت تايم، يجي لك من اجل الفكاهه يعني في الام سي كيو، ممكن تغلطك، فليه نغلط في حاجه عبيطه زي كده يعني؟ ايه ترانزينت تايم ده؟ بص، كلمه ترانزيت معناها المواصله بين محطتين، تمام؟ او محطه بين محطتين يعني. الصراحه مش عاوز اكذب عليك يعني واقول لك ان ترانزينت تايم هو الوقت المؤقت، معناها كلمه الوقت المؤقت، ولكن يعني اعتبر نفسي انها ايه؟ ترانزيت، وانا افتكست افتكاسه يعني. ايه الافتكاسه بتقول ايه؟ اصل لو فهمت يعني التعريف هتلاقي ان كلمه ترانزيت ليه عليها اكتر. تايم تيكن باي ريد بلاد سيل واحده، الريد بلاد سيل الواحده تو ترافل الونج الايه؟ البالمونري سيركيليشن. بنشوف، والله المفروض تكون اسمها ترانزيت. بنشوف الار بي سي الواحده بتاخد وقت قد ايه عشان تلف البالمونري سيركيليشن كلها. هي البالمونري سيركيليشن كانت عباره عن ايه؟ بتبدا من الرايت فينتريكل تنتهي عند الليفت اتري اللي هو الرايت فينتريكل بالمونري ارتري، رايت لانج وليفت لانج يعني، وبعدين بالمونري فينز وليفت اتريوم تنتهي عندها. بتاخد نورمالي 0.75 سكند، وبتقل ل 0.3 ديورنج اكسرسايز. اكيد ديورنج اكسرسايز ايه البتاع بيزيد يعني، الكاردياك اوتبوت بيزيد والهارت ريت بيزيد، فكل حاجه بتزيد في حياتنا يعني. بص يا سيدي، في حاجه برضو قلتها المفروض قلتها يعني، بس اقولها لك تاني. الاو 2 لاج في اي حته في الدنيا يعمل فازو دايلاتيشن، لسه واخدينها في اي حته في الدنيا، لكن هنا، لكن في اللانجز الاو 2 لاج يعمل فازو كونستريكشن. ليه؟ انت بقى خدت ريسبيراتور وفاهم الكلام ده، فاهم ايه؟ فاهم ان الاو 2 لاج لو الاكسجين قل يعني كده الفنتيليشن برفيوجن ريشيو قلت، فلو الفنتيليشن برفيوجن ريشيو قلت يعني الاكسجين اللي انا مدخله لللانجز قل، هعمل فازو دايلاتيشن ليه؟ الفيزلز هتشيل ايه اصلا؟ هتيجي تشيل ايه اذا كان ما فيش اكسجين؟ فلازم نعمل ايه؟ فازو كونستريكشن. يبقى نرجع تاني لكلمه قارن بين البالمونري سيركيوليشن والسيستميك سيركيوليشن. خلصنا المقارنه، ممكن نعيدهم تاني دلوقتي. ايه اللي عندي؟ سيستميك دي هاي، السيستميك سيركيليشن هاي بريشر سيستم، لكن البالمونري لو بريشر سيستم، لان المين ارتيريال بريشر فيها 15 مللي متر اتش جي. السيستميك البلس بريشر اعلى ده 40، 120 ناقص 80، لكن هنا اقل ده 25 ناقص 10 اللي هو 15 تقريبا. ولكن لو جينا نشوف البلس بريشر على السيستوليك بلاد بريشر هنلاقي الايه؟ البالمونري هي اللي اعلى. نيجي نقارن في ايه تاني؟ نيجي نقارن البالمونري عندها البري كابيلاري ريزيستنس ايكوال بوست كابيلاري ريزيستنس، لكن السيستميك لا، البري كانت اربع اضعاف البوست، فبالتالي الفينز بتتاثر بمين؟ ايكوالي بالبالمونري، بتتاثر بالبالمونري ايكوالي في الاثنين يعني. تمام، نقارن في ايه تاني اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي؟ فين الميكسد بلاد في البالمونري؟ الميكسد بلاد في البالمونري يكون عند البالمونري فين. فين الميكسد بلاد في السيستميك؟ بيكون عند الليفت فينتريكل. ده due to sepsian، السيستميك due to sepsian، وده بسبب البالمونري او البرونكيال سيركيليشن. بقى البرونكيال سيركيليشن تمام. اخر نقطه ايه؟ لا مش اخر نقطه، الايديما سيفتي فاكتور هنا 27، هنا 17. انت المفروض شايف الالم صح؟ هنا 27 البالمونري، 17 في السيستميك، عشان البالمونري عندها ليمفاتكس اكتر وهي لو بريشر سيستم.
اخر نقطه هي اللي لسه قايلينها دلوقتي حالا وانا مش فاكرها الحقيقه. موضوع الاكسجين، اللوكال اوكسجين، لوكال اوكسجين لاك في اي حتى يعمل فازو دايلاتيشن الا البلمونري يعمل فازو كونستريكشن. الكلام اللي جاي عبيط جدا لو قلت لك كيميكال ريجوليشن بتاع البلمونري سيركيشن، هتقول لي الهايبوكسيا اللي هي اوتو لاج بيعمل فازو كونستريكشن. لسه قايلها في بقى حاجه عندي قلناها مره تقريبا، كنا قلناها قبل كده، حاجه اسمها كور بالمونال. فاكر ان انا قلتها لكم قبل كده بس قلتها بسرعه يعني. بص، كور جاي من كلمه كورونري، وبالمونال جاي من كلمه بالمونري. القلب يحصل فيه ديسيز، بص القلب يحصل فيه ديسيز بسبب اللنج، القلب يحصل فيه ديسيز بسبب اللنج. يعني ايه؟ بص تعالى نرسم القلب دلوقتي، ده الرايت فينتركل صح كده، عنده بتبدا البالمونري سيركيليشن. ليه؟ عشان هو بيدي البالمونري ارتري، البالمونري ارتري يروح لمين؟ لللنج يمين ولنج شمال. دلوقتي لو في مشكله في اللنج، في مشكله فين؟ هنا، هنا لنج يمين وهنا ايه؟ لنج شمال، مش عارف ارسم. ماشي، لو في مشكله في اللنج ايه اللي يحصل؟ يحصل مثلا بالمونري ايديما او بالمونري كونجيشن او حاجه. هتعمل ايه؟ هتعمل ثيكنس، ثيكنس في ايه؟ في ده، هتعمل ثيكنس في مين؟ في البالمونري ارتري ده، يتخن كده. فلما يتخن مطلوب من الرايت فينتركل انها تضخ دم اجينست ريزيستنس عاليه، بدل ما كانت بتضخ اجينست 25 هتضخ اجينست 30 بقى و35 وكده. فيحصل حاجه اسمها رايت فينتريكولار هايبرتروفي، رايت فينتريكولار ايه؟ هايبرتروفي. فالقلب يعيا ويحصل له رايت فينتريكولار هايبرتروفي بسبب ايه؟ او ممكن يحصل كمان رايت فينتريكولار فيلير، يعني ما يقدرش يضخ بسبب اللنج. تمام كده؟ الكلام هنا طويل شويه، ان لو حصل يعني ديسيزد لانج تيشو، عيت يعني ولا حاجه، يحصل فازو كونستريكشن، بالتالي يحصل بالمونري هايبرتنشن، يعني الضغط يعلى في البالمونري ارتري، فبالتالي رايت فينتريكولار هايبرتروفي وايفن رايت فينتريكولار فيل. والسؤال ده صراحه، صراحه يعني ممكن يجي ام سي كيو وممكن يجي اسي، ممكن يقول لك يعني ايه كور بالمونال في الاسي. تمام؟ طيب ما ضحكتش عليك وما قلت لكش حاجه، فكك من الافكت اوف ريسبيريشن ده عبيط جدا. والنيورال، بص دايما دايما كنت بقول البلاد عكس عكس الاير في كل حاجه. يعني ايه البلاد عكس الاير؟ يعني لو جيت قلت لك مثلا تاثير السمباثاتيك على الفينز، هتقول لي فازو كونستريكشن. لكن لو قلت لك تاثير السمباثاتيك على البرونكاي، هتقول لي برونكو ايه؟ دايلاتيشن، صح؟ دايلاتيشن. ولكن خد بالك من حاجه، ان السمباثاتيك في البالمونري سيركيوليشن تعمل ايه؟ تعمل فازو كونستريكشن عادي. شفت كده؟ شفت الموضوع سهل ازاي؟ تعمل فازو كونستريكشن عادي. ليه؟ لان السمباثاتيك على الفيزلز كلها تعمل فازو كونستريكشن، ما عدا مين؟ ما عدا الهارت، تعمل فازو دايلاتيشن ان دايركت لحد. طب في مصطلح عندك اول مره تاخده في حياتك وممكن يجي لك ام سي كيو، المصطلح ده اسمه ايه؟ اسمه بالمونري امبوليزم. الصراحه عامله بالاحمر لانه مش مهم ام سي كيو، ولكن حاجه كارثيه بتحصل للناس كتيره جدا جدا، الا وهي ايه؟ لازم تتاثر معايا كده بالموضوع، نعمله بالاحمر كمان ونحس بالاسى كده. بص يا سيدي، حصل لك ثرومبوزس. يعني ايه حصل لك ثرومبوزس؟ كلمه ثرومبوس يعني جلطه، جايه من كلمه ايه؟ ثرومبوسايتوبينيا، ثرومبوسايت البليتلتس. يعني ثرومبوزس يعني جلطه، حصل لك جلطه في فيزل ما، يعني اي وعاء دموي في الدنيا، اللور ليمب مثلا. الجلطه دي بتفضل تتحرك لحد ما ترشق في فيزل. الفيزل ده لازم يكون ضيق كده شويه، الا وهو البالمونري ارتري. ليه يا سيدي؟ بص دايما الجلطات مينلي بتحصل في الفينز. تمام؟ مينلي بتحصل في الفينز. ليه؟ لان ما ينفعش تحصل في الارتري، لان الارتري بالساتايل وبتاع. الفينز لما يحصل فيه جلطه، الجلطه دي تتكسر. بص يا سيدي، الثرومبوزس حصل في اي فينز، اني فين، ان اني فينز، ديتاتشد يعني تتفصل عن الفيزل ده، وتسيركلي تفضل تلف في الدم، تفضل تمشي لحد ما تلاقي حاجه اضيق من المكان اللي كانت فيه. هتعمل ايه؟ الفينز بترجع فين؟ عن طريق السوبيريور والانفيريور فينا كافا، وترجع عن طريق الرايت اتريوم والرايت فينتركل. دول ضيقين؟ لا طبعا مش ضيقين، الرايت اتريوم والرايت فينتركل واسعين جدا وفيهم بامبنج. بعد الرايت فينتركل في بقى ايه؟ البالمونري ارتري، ده اول حاجه ضيقه هي بتقابله، حتى لو ما وقفش في البالمونري ارتري بيقف في اللنجز نفسها، فبالتالي بيستوب والبلوك البالمونري كابيلاريز. تمام؟ ولو ماسف، لو الجلطه كبيره، ماسف يعني كبيره، الراجل هيموت. صراحه يا جماعه انا متاثر ليه بالموضوع بجد والله، متاثر مش بهزر، لان في واحد صاحبنا مات بسبب الموضوع ده. الناس اللي بتتكسر
يجيلهم كسر في رجليهم او كده، مش شرط كسر عشان برضو ما اخوفش اي حد من الكسر يعني، ولكن مثلا واحد عمل بتر في رجله، رجله اتقطعت يعني، او عمل حادثه فحصل كراشنج للليج، يعني الليج اتدهست حرفيا، اللور ليمب او العظم بيكون فيه بون مارو، والبون مارو لما بنيجي نكبر بيكون معظمه فاتس، لانه بيكون يلو بون مارو، خدنا الكلام ده في شابتر البلاد، ان بيكون اسمه ان اكتف بون مارو او يلو بون مارو. يلو ده يعني فيه فاتس كتير، الفاتس دي بتخش السيركيليشن، تخش السيركيليشن تفضل تمشي لحد ما تلاقي حته ضيقه، اضيق حته هي بتلاقيها بتكون هو البلمونري ارتري والبلمونري كابيلاريز، مين البلمونري كابيلاريز يعني، ولكن في حاجات كمان بتسد البلمونري ارتري. في واحد صاحبنا بقى مات بسبب الموضوع ده، لانه عمل حادثه وراح المستشفى ملحقوهوش يعني. تمام، نخش على البلمونري ايديما. خدنا بقى كلمه بلمونري ايديما كتير في الشابتر اسمه ايه ده، ريسبيراتوري، وليه عملها بالازرق لاني مش عارف هي مهمه ولا مش مهمه. يعني ايه بالمونري ايديما؟ يعني حصل تورم في اللنجز، حصل تورم بسبب الهارت نفسه، الاتريال فينس بريشر عالي، يعني الليفت اتريوم. بص بص، احنا كنا لسه من شويه قايلين ايه، قايلين تاثير اللنج على الهارت، صح؟ انا دلوقتي عاوز ادرس تاثير الهارت على اللنج، ازاي تاثير الهارت على اللنج، ان لو رسمت نفس الهارت اللي لسه رسمه ده كده بس العكس بقى، عكست الموضوع في الليفت فينتريكل، الليفت فينتريكل فيها مشكله، الدم هيتراكم فين؟ في الليفت اتريا، فيرجع على مين؟ البلمونري فينز، الدم يرجع على البلمونري فينز، يعمل لي البلمونري فينز دي جايه من اللنج، يعمل لي ايه؟ اديما بقى في اللنج وايه؟ وورم وبتاع، اتريال فينس بريشر زاد، رايز في الاتريال فينس بريشر، او ممكن تكون انكريس في الكابيلاري بيرميابيلتي بتوكسيستي او حاجه، توكسيستي يعني تسمم يعني او وور جازز. مش مهم شابتر يعني، عنوان مش مهم، فعشان كده ايه فكستبه. يعني ايه بالمونري هايبر تنشن؟ لسه قايلينها دلوقتي حال، اهو لسه قايلينها فوق، لو اللنج عيانه هترجع العيا بتاعها على البالمونري ارتري، يحصل حاجه اسمها بالمونري هايبر تنشن، او ممكن من ناحيه تانيه اللي هي دي مايترال ستينوزس ولا حاجه، المايترال فالف ستينوز، فالدم تراكم فين؟ في الليفت اتريوم، فرجع هنا فعمل بالمونري ايديما، والبالمونري ايديما هتؤدي الى بالمونري هايبر تنشن. وكلمه بالمونري هايبر تنشن هنعملها بالازرق برضه، كلمه بالمونري هايبر تنشن يعني البلاد فيزلز بتاعه البالمونري سيركيليشن الضغط بتاعها عالي. تمام اوكي، بات ايديما از فيري ليت، يعني لو حصل بالمونري هايبر تنشن مش بسبب الايديما، بصوا الإديمة بتعمل بالمونري هايبر تنشن، طب لو حصل بالمونري هايبر تنشن مش بسبب الإديمة، الإديمة بتحصل فيري ليت، ليه؟ عشان الكابيلاريز، كابيلاري ريزيستنس بتزيد وبتقلل الموضوع، فاكس يعني الحتة دي، اعرف إن بس لو البالمونري هايبر تنشن حصل الإديمة فيري ليت، سببها مش مهم تفهم. خلصنا البالمونري سيركيليشن صح؟ خد نفس عميق لمدة 3 ثواني بالظبط. معلش اذا كان الفيديو طويل، ولكن اللي باقي بالظبط 8 صفحات، 8 صفحات دول هياخدوا تقريبا 20 دقيقة ان شاء الله، يعني الفيديو غالبا هيكون مدته ساعة واربعين دقيقة غالبا يعني، فمعلش، ولكن انا بحاول انجز على قد ما اقدر، ومش شايف ان انا ممكن انجز اقل من كده يعني. تعال ناخد حاجة اسمها سبلانكينج سيركيليشن. سبلانكينج كنت دايما بقول لك معنى كلمة سبلانكينج يبقى حاجة جوه البطن كده، معناها الجي اي تي، والكلام صح يعني، هو البلاد سبلاي بتاع الجي اي تي والبنكرياس والسبلين وكل الكلام العبيط ده، فكك من اي كلام اناتومي ممكن تعرفه، ولكن اعرف ان المهم عندي هو الليفر، الليفر هو اهم حاجة عندي في السبلانكينج سيركيليشن، وبعد كده بيروح للانفيريور فينا كافا. يعني ايه بيروح الانفيريور فينا كافا؟ احنا عارفين الدم بيرجع للهارت عن طريق السوبيريور فينا كافا والانفيريور فينا كافا، السوبيريور فينا كافا ده الدم اللي راجع من البرين والابر ليمب، والانفيريور فينا كافا الدم اللي راجع من اللور ليمب والسبلانكينج سيركيوليشن. سبلانكينج سيركيوليشن اللي تعرفوا عنها وده شيء مهم جدا فيها، انها بورتال سيركيوليشن. ولو مش فاكر يعني ايه بورتال سيركيوليشن، لازم تفتكر ان هو كان عباره عن اتنين كابيلاريز وماسكين في ارتريز، اتنين كابيلاريز و واحد ارتري. يعني ايه؟ يعني عندي كابيلاري اهو وبعدين ارتري. انا مش عارف بس الكابيلاريز يعني ارسمها ازاي، بس ممكن نعمل كده بسرعة. يعني عندي، بص بص، عندي ارتري مثلا وبعدين كابيلاري وبعدين ارتري تاني وبعدين كابيلاري، فاهمين الفكرة؟
مش عاوز ابوظ الصفحه يعني، ولكن هو ده معنى ايه كلمه بورتال سيركيوليشن. اهو انتربوزد بتوين اتنين كابيلاريز، يعني كابيلاري فيزل كابيلاري. ليه؟ لان الفيزل ده محتاج الحاجات الخارجه من الكابيلاري دي. لازم ارسمها، لا معلش لازم ارسمها. يعني انا محتاج ارسم في كابيلاري، تمام اهو، وبعدين فيزل، وبعدين كابيلاري تاني. معلش يا جماعه انا اسف والله ان انا بطول، ولكن يعني حاسس ان الكلام لازم يتقال، فاهم؟ الفيزل ده بقى، ده كده اسمه ايه؟ اسمه بورتال فيزل، تمام؟ اسمه بورتال فيزل. البورتال فيزل دي تعود لكلمه الليفر، يعني هنا في الليفر. الليفر بقى ايه؟ معلش يا جماعه انا محتاج الحاجات اللي انتوا بتعملوا لها اكستشينج دي، اوكي؟ بتريسيف 30% من الكاردياك اوتبوت، كتير جدا 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 يعني. هل ده غذاء للليفر؟ لا، الليفر يا جماعه مصنع بيتم تخزين الحاجات فيه، وبيتم تصنيع حاجات كتير جدا فيه، فمش الليفر هو اللي بيتغذى بيها، فاهم؟ فبيستهلكها يعني حاجات تانية. وكلمة مهمة لازم اقولها عليها، ان هو ريزرفوار فانكشن، اللي هو السبلانكينج سيركيليشن ريزرفوار. لو قلت لك على اي حاجة ريزرفوار تعرف انها ايه؟ لو بريشر سيستم. خلاص بقى خدنا الكلام ده كتير يعني. شفت؟ شوف يعني سبلانكينج سيركيليشن لك اهم حاجة في الليفر، دخلت على حاجة اسمها هيباتيك سيركيليشن. وكلمة هيباتيك هنا يبقى اكسكلوسيف للليفر اونلي، كلمة هيباتيك يبقى ليفر على طول، اوكي؟ تمام. الهيباتيك سيركيليشن او ليفر معقده شويه، هتاخدوا الكلام ده في سنه تانية، ان الليفر ممكن يتغذى من ارتري او فين، ما عندوش مشكله، ممكن يتغذى من هيباتيك ارتري او ممكن يتغذى من بورتال فين. ليه قلت عليه بورتال فين؟ اهو هو ده، هو ده البورتال فيزل. بورتال فيزل ليفر هو ده ايه؟ بورتال فين. انا كليفر ممكن اتغذى من الاثنين، هيباتيك ارتري او بورتال فين. الهيباتيك يعني الفرق بينهم ايه؟ ان بس الهيباتيك ارتري فيه اكسجين اكتر، بيقول لك ايه؟ بارشيالي دي اوكسجينيتد. طب البورتال فين لا، في دي اوكسجينيتد اكتر، فاهم الفكره؟ تمام. الطبيعي زي ما قلت لك ان احنا ايه؟ بنتغذى من الاثنين مع بعضهم. مش عاوز اي حاجه من الكلام ده غير انك تعرف ان البلاد ريتشنج الليفر من البورتال فين بيكون 1000 ملي في الدقيقه. 1000 دي بتفكرني بمين؟ بالهارت، صح كده؟ الهارت 250 مللي ديورنج ريست، 1000 ديورنج اكسرسايز. البرين 750 مللي بير مينيت يعني عامه، تمام؟ هتقول لي طب ازاي ده 1000 وليفر وبتاع؟ هقول لك، ما الاثنين التانيين اللي هو البرين والهارت كان عندهم اوتو ريجيوليشن رهيب، لكن ده عنده سمباثاتيك رهيب. ليه؟ عشان ما سيبوش ياخد البتاع كله، فديورنج ريست بيكون 1000 مللي، فاهم الفكره؟ طيب انا باخد اكتر من مين؟ من الهيباتيك ارتري ولا من البورتال فين؟ قال لك طبعا باخد من البورتال فين اكتر. ليه؟ لان الهيباتيك ارتري بيكون عنده هاير ريزيستنس، هيباتيك ارتري بيكون عنده هاير ريزيستنس، باخد منه 350 مللي بس. طب والباقي باخده من الفين. ولو البريشر، لو الفلو يعني ايكوال دلتا بريشر على الريزيستنس، لو الريزيستنس عاليه فبالتالي الفلو اهو. بص القانون دايما بنحب نكتبه كده، صح؟ الفلو اللي هو الفلو دي ايكوال كيو، هي كيو ايكوال بريشر على ريزيستنس. انا عندي الارتري ريزيستنس فيه عالي قوي، فالفلو منه هيكون قليل، يبقى انا باخد من مين اكتر؟ من الفي. ولكن ديورنج اكسرسايز، الحته دي مهمه بقى جدا، ديورنج اكسرسايز الاكسجين تيكن فروم الارتيريال سايد مور ذان البورتال بلاد. ام سي كيو، ام سي كيو، حته مهمه قوي. اللي بيتسال في الحته دي، ان انا ديورنج ريست باخد من مين؟ من الفين اكتر من الارتري. ليه؟ عشان الارتري عنده ريزيستنس عالي. طب ديورنج اكسرسايز باخد من الارتري اكتر من الفين. ليه؟ عشان ده اكسرسايز محتاج اكسجين اكتر يعني. شوف بقى مين الريجيوليشن بتاع الهيباتيك بلاد فلو ده، خد بالك السمباثاتيك هري هري، يعني السمباثاتيك مطلع عينه حرفيا. وليه اعملها بالاخضر؟ لان حاجه من رحمه ربنا، مش هنسيب الليفر ياخد كل البلاد اللي عندنا، لازم يكون عليه ريجوليشن يا جماعه. بيقول لك ديورنج اكسرسايز يكون في سمباثاتيك ابن لذين عليه. ليه؟ عشان في الاكسرسايز انا محتاج دم، محتاج دم للسكيلتال ماسل، محتاج دم للبرين، محتاج دم للهارت. سيب الليفر على جنب دلوقتي، فاهم الفكره؟ فبيعمل ايه؟ فازو كونستريكشن في البورتال فين والهيباتيك، بيعمل بتاع في الاثنين. بس خد بالك ان ده لا يمانع ان انا باخد من الهيباتيك ارتري اكتر، فاهم الفكره؟ بيكون عن طريق طبعا الالفا ادرينو ريسبتور. حته فينو كونستريكشن دي عاوز اقولها لك، يعني ليه لازم نركز على كلمه بورتال فين؟ لانه قلت لك قبل كده السمباثاتيك هاز نو تون، معلش بكتبها، هاز نو تون اون ايه؟ اون فينز بشكل عام، اكسبت مين؟
عمه ده، عمه البورتال فين ده، تمام، اكسبت البورتال فين ليه؟ اهو عشان ده بياخد دم كتير يا جماعه، بياخد تقريبا 750 مللي، ما هم 1000 مللي كلهم بيروحوا للليفر، 350 من الهيباتيك ارتر، يبقى 750 مللي التانيين منين؟ من الفين، فبالتالي لازم يكون عليه سمباثيك ريجوليشن، تمام كده؟ تمام. طب ايه الكيميكال عادي بقى؟ الاو 2 لاج بيعمل برضه فازو دايلاتيشن، ديكريز او 2 بريديوس فازو دايلاتيشن، احنا قلنا كله او 2 لاج بيعمل فازو دايلاتيشن ما عدا البالمونري سيركيوليشن. طيب احنا قلنا انها ايه؟ ريزرفوار، البورتر سيركيوليشن او السبلانكينج سيركيوليشن بشكل عام ريزرفوار، لانها لو بريشر سيستم. البريشر كام؟ بورتال فينس بريشر من 8 ل 10 مليمتر اتش جي، ده قليل قوي. وممكن يوصل، لا لا لا، من 8 ل 10 مللي اتش جي بس. تمام، ممكن 8 ل 10 مللي اتش جي بس. تمام، نعمل بقى اللي جاي ده بالاحمر ليه؟ لانه مهم كلينيكال. لو وصل 15 ل 20، خد بالك من 8 ل 10 مللي اتش جي ده ايه؟ ده اقل من البلمونري. البلمونري كنا بنقول له بريشر سيستم وبنستحقرها كده، والمين ارتيري بريشر في البلمونري 15، ده اقل منه. لو وصل ل 15 او 20 مللي اتش جي، ساعتها هيعمل حاجة اسمها بورتال هايبرتنشن. كان في حاجة اسمها بالمونري هايبرتنشن، خلصنا منها. في حاجة اسمها بورتال هايبرتنشن ليه مهمة؟ لأن البورتال هايبرتنشن ده مرض بيجي لناس كتير قوي، الناس اللي عندهم بالهاريزيسيس، يعني أصيبوا بمرض البلهاريس. البلهاريسيا بتعمل فايبروزس حوالين الهيباتيك ارتري وحوالين البورتال فين، ويزود لي الضغط بتاع البورتال سيركيوليشن. طب ايه المشكلة لو حصل بورتال سيركيوليشن؟ بص يا سيدي، المشكلة يعني أولا لازم تعرفها كده ونكتبها بالأحمر، إن الليفر ده حاجة مهمة جدا، الليفر حاجة مهمة جدا ما ينفعش تيجي جنبها. فمعنى إنك وصلت لبلهارسيا، فالبلهارسيا بتبوظ لي إيه؟ بتبوظ لي الليفر. فالليفر بقى مش هيصنع لي إيه؟ مش هيصنع لي بروتينز. مش الليفر ده بيصنع بروتينز؟ كان مين أهم بروتين عندي؟ الألبومين، صح كده؟ الألبومين كان إيه وظيفته؟ كان بيحافظ على الأوزموتيك بريشر بتاعه السيركيوليشن. فلو ما فيش البومين كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل اديما، صح يا فندم؟ كان بيعمل اديما. كنا خدنا في الليمفاتيك سيركيوليشن ان انا ممكن يكون عندي اديما بسبب ليفر سيروزس، قلت لك ليفر سيروزس يعني الليفر بايظ. ليه؟ عشان هو اللي بيصنع الالبوم، فالالبوم ما بقاش موجود. تمام كده؟ تمام. طيب مال السبلين بالموضوع؟ كنت دخلنا السبلين في الموضوع ليه؟ السبلين بيقول لك بيكبر هو كمان، انه عباره عن ريزرفوار فانكشن. يعني بص دلوقتي الليفر بيودي على السبلين او البورتال سيركيوليشن، لو جيت تاخدها في الاناتومي في سنه تانية هتلاقي ان الدم بيخرج من الليفر يروح للسبلين، بيعدي عليه بيفلتره كده، لان السبلين بيكون عباره عن ليمفويد اورجن، خدت الكلام ده في سنه اولى. فالسبلين لو حصل، سوري، لو حصل مشكله في الليفر هيحصل مشكله في السبلين، والسبلين هي انلارج. هي انلارج ليه؟ لانه خد شويه الدم او خد شويه فلويدز من اللي عند الليفر كبروتكتيف ميكانيزم للليفر. البورتال هايبرتنشن خطيره، ايوه خطيره، بتعمل لوكالايزد اديما وسيستميك اديما. اللوكالايزد اديما يعني اديما في المكان اللي هي فيه، يعني الليفر موجود فين؟ في البطن كده، تحسس على البطن كده تلاقيها موجود، رايت كوادرنت مش عارف ايه، هتاخدها في الاناتومي. طيب نسميه ايه بقى نسمي اللفظ ده ايه؟ اسمه اسايتس. ايه الاسايتس ده؟ لوكالايزد اديما، يعني حد عنده اديما في بطنه. ده بالعربي بنسميها ايه؟ استسقاء. الاستسقاء، عشان دي كلمة بتسمعها كتير من الناس الشعبيين يعني او العوام، بيقول لك ده عنده استسقاء وانت مش فاهم اي بتنجان. يعني ايه استسقاء؟ يعني اسايتس، يعني الليفر بتاعه باظ، لما باظ ما طلعش البومين، فبالتالي حصل ايه؟ حصل اديما. الاسايتس دي بنعمل لها عملية كده، ان احنا بنسحب الفلويدز دي، بيسموها بالعربي بذل، بيبذلوا الميه يعني. تمام، ايه الكومبليكيشنز اوف بورتال هايبرتنشن؟ ليه حاجه خطيره وقاعد بعلم بالاحمر من ساعه ما شفتها، لانها بتعمل انلارجمنت للسبلين. اول حاجه بتحصل اصلا ان السبلين بيبوظ، وبتعمل اسايتس اللي هو لوكالايزد اديما، وبتفتح البورتو سيستميك اناستيموزس. الاناستيموزس يعني فيزلز موصله على بعضها بتتفتح. اول ما يحصل بورتال هايبرتنشن الاناستيموزس دي بتتفتح، ولو اتفتحت تعمل حاجه اسمها اسوفيجيال فاريسز. اسوفيجيال فاريسز يعني دوالي المريء. ليه حاجة مهمة برضو بكتبها بالأحمر؟ لأن عبد الحليم مات بدوالي المريء. عبد الحليم كان عنده البلهارسي، فالبلهارسي عملت بورتال هايبرتنشن، والبورتال هايبرتنشن بعد ما عملت انلارجمنت في السبلين وعملت اسايتس اللي هو الاستسقاء دي، عملت لي فتحت لي البورتو سيستميك اناستيموزس على بعضها، وعملت لي اوسوفيجيال فاريس اللي هي دوالي المريء دي، وساعتها ممكن يرجع دم، ساعتها بيرجع دم وبيموت.
كوزس اوف اسايتس. ليه حصل اسايتس؟ ليه حصل الاستسقاء دي؟ يعني ايه استسقاء؟ يعني تجمع دم، قصدي سوري، تجمع ميه، اكوميليشن اوف فلويد في البطن. ليه؟ لثلاث اسباب. اول سبب لازم تعرفوا ان القلب من قل اهو، القلب من قل، تمام. تاني حاجه الهاي فينس بريشر، مش لو الفينس بريشر زاد بالتالي الري ابزوربشن هيقل، بل بالعكس ده ممكن تكون الفينز كمان بترشح، بتعمل فلتريشن، تعمل فلتريشن، وده كان من اسباب الاديمه اصلا. كنا بنقول اسباب الاديمه ايه؟ يا اما انكريز الفلتريشن بروسيس، يا اما ديكريز ري ابزوربشن بروسيس، صح كده؟ تمام. فبالتالي هاي فينس بريشر هيؤدي الى الاديمه دي. وتالت حاجه بريزيستنس اوف اي دي اتش، الاي دي اتش بيكون موجود في السيركيوليشنز كتير. فكك من موضوع الاي دي اتش ده يعني، بس اعرف ان هو بيعمل ووتر ريتنشن وبيؤدي الى الاسايتس. يبقى تاني يا ابني اللي انا عاوزه من موضوع البورتال هايبر تنشن، ان هو بيحصل بسبب البلهارزيزيس، بيؤدي اول حاجه انلارجمنت السبلين، ثم اسايتس، ثم اسوفيجيال فاريسيس، اديته اناستموز بيتفتحوا على بعضه. ليه حصل اسايتس؟ عشان الالبومين، وعشان هاي فينس بريشر، وعشان الاي دي اتش. ويؤسفني ان انا اقول لك ان ممكن موضوع البورتال هايبر تنشن ده يجي اي سي او ام سي كيو كتير، تمام. نكتب عليه فين؟ نكتب عليه هنا كده اي سي، ممكن يجي اي سي الصراحه. ممكن يقول لك مثلا، قول لي الكومبليكيشنز بتاعت البورتال هايبر تنشن، او ممكن يقول لك ليه بيحصل اسايتس، تمام. ليه بيحصل ايه؟ اسايتس. ولكن يعني الاوقع والاصدق ان البتاع ده بيجي في سنه تانية اكتر، يعني لان الكلام ده تاخده في سنه تانية بالتفصيل. في حاجه اسمها سبلينك سيركيليشن، السبلين قال لك يعني انا بيحصل لي انلارجمنت في البورتال هايبر تنشن، ومش هتعملوا لي موضوع لوحده. انا الصراحه موضوع تافه ملوش اي لازمه غير معلومتين كده هنعرفهم فيه. المعلومتين بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان السبلين هو اورجن موجود بيكسر البلاد سيلز، الريد بلاد سيلز، يعني بعد ال 120 يوم بتاعهم ما يخلصوا. لو واحد عنده هيموليتيك انيميا، فاكر لو واحد عنده هيموليتيك انيميا، او واحد عنده مشكله في الار بي سي، السيكل سيل انيميا مثلا، ما هي كانت هيموليتيك انيميا برضو، كان بيحصل له سبلينوميجالي. سبلينوميجالي يعني السبلين بيكبر، لانه بقى بيكسر الار بي سيز زياده عن اللزوم. طب ايه تاني؟ بيقول اعرف برضو ان هو بروتكشن للليفر، اعرف ان هو شايل 150 مللي دم كده بينفع وقت الهيموريدج، ولكن قلنا ان ده بينفع في الانيمالز اكتر من البني ادمين. اهو السبلين ريزرفوار لستورينج بلاد، عنده شويه دم كده في سيرتين انيمالز، في بعض الحيوانات بينفع لو حصل عندهم ايه؟ هيموريدج. طب عندنا؟ لا، ما عندنا مش مهم قوي الموضوع ده. السبلين فاجوسيتيك فانكشن، ليه فاجوسيتيك فانكشن؟ بيبريك داون الار بي سيز والبليتلتس. حتى كنا بنقول ان ممكن يحصل ثرومبو سايتوبينيا بسبب السبلينوميجالي. ارجع بقى لشابتر البلاد وشوف كلمة ثرومبو سايتوبينيا بسبب السبلينوميجالي، ده ان السبلين كبر فبيكسر ايه؟ البليتلتس بكثرة. عندي حاجه اسمها انتستينال سيركيوليشن، اللي هو الانتستين نفسها بقى. يبقى انا كده خدت ايه؟ سبلانكنيك وبورتل، دي اهم حاجه عندي، او الهيباتيك، سوري الهيباتيك هي اهم حاجه عندي، ثم السبلينك، ثم الانتستينال. ده كلام عبط جدا، ممكن اعمله لك يعني مش بالازرق ده، ممكن اعمله لك بالازرق يعني، خلينا في الازرق ملهاش لازمه يعني، حته مش عارف يعني مهمه ولا مش مهمه. اعرف ان الانتستين اللي هو الجي اي تي كله، اللي هو المعده والسمول انتستين واللارج انتستين، زيها زي بقيه السيستميك سيركيليشن، بيحصل لها فازو دايلاتيشن في الاو 2 لاك، او ديكريز دي او 2 بيعمل فازو دايلاتيشن. في شويه هرمونز زي السي سي كي، مش مهم مين خالص اصلا، سي سي كي والسكريتين والفي اي بي بيعملوا فازو دايلاتيشن برضو. السمباثاتيك والباراسمباثاتيك، السمباثاتيك بيعمل فازو كونستريكشن عادي، سمباثاتيك يعمل فازو كونستريكشن عادي، والباراسمباثاتيك اكيد بيعمل فازو دايلاتيشن. الحراره نفسها، الحراره، موضوع الحراره ده ممكن نعلم عليه. الحراره نفسها ممكن تاثر على الفازو دايلاتيشن والفازو كونستريكشن، ازاي؟ لو كلت حاجه ساقعه، لو كلت او شربت يعني حاجه ساقعه كولد سبستنس، بتعمل فازو كونستريكشن. الايس كريم والميه الساقعه بتعمل فازو كونستريكشن في المعده، عشان كده بتلاقي نفسك مالكش نفس تاكل بعده. ليه؟ لان هي عملت فازو كونستريكشن جوه. يبقى قله الاكسجين بتعمل فازو دايلاتيشن. اي انزيمز انت مش عارفها، سي سي كي، سكرتين، في اي بي، دي بتعمل فازو دايلاتيشن، دي حاجه تاخدها في سنه تانيه يعني. السمباثاتيك بتعمل فازو كونستريكشن عادي، الكولد سبستنس بتعمل فازو كونستريكشن. انا اسف يا جماعه، كل شويه قاعد بقول ان البتاع هيخلص بس مش بيخلص. خلاص بقينا السكين والسكيليتال ماسل، سيركيليشنز بتاعه السكين،
الحقيقة يعني ان السكن هما في كام معلومة كده صغيرين عاوزك تعرفهم، ان هو مهم للتمبريتشر ريجوليشن، بس يعني السيركيوليشن مهمة للتمبريتشر ريجوليشن، عليها سمباثاتيك كتيرة جدا، ما عليهاش بارا سمباثاتيك. في حاجة برضو ان البورتال فين مش بيروح له بارا سمباثاتيك، البورتال فين بيروح له سمباثاتيك بس، والسمباثاتيك نفخه او هري، عشان وقت الاكسرسايز لازم يحصل فازو كونستريكشن، لاننا محتاجين دم للسكيليتال ماسل والبرين والهارت. اعرف يعني ان لو درجة الحرارة 25 فالكوتينيوس بلاد فلو من 200 ل 400 ملي بس، ودول قليلين جدا. ولكن في الهيت اكسبوجر يعني درجة الحرارة عالية، الموضوع ده بيزيد قوي. الكابيلاريز اللي فيه نون تيبيكال او نون ترو، كنا قلناها دي نون ترو ليه؟ عشان كان فيها حاجة اسمها اي في شانس. اهي اي في شانس، ايه الاي في شانس دي؟ انها بتوصل الدم من الارترز للفينز بسرعه جدا، رابيدلي ات لو ريزيستنس. اوكي، الريجوليشن بتاع الكوتينيوس بلاد فلو نيورال او نيورونال بس، يعني اونلي نيورونال. مفيش اوتو ريجوليشن طبعا، ده سكين، هنعمل اوتو ريجوليشن ليه يعني؟ يبقى الاوتو ريجوليشن هارت وبرين وكدني بس، وكدني كمان within limits. ووقت السيفير هيموريدج كنا بنيجي عليها ونعمل لها فازو كونستريكشن، حتى كان الناس بيحصل لها رينال فيلير. ايه نيورونال ريجوليشن؟ خد بالك ان هو كان سمباثاتيك بس، برضو مفيش بارا سمباثاتيك بيروح، بيعمل فازو كونستريكشن الفا ادرينال ريسبتور. نو فازو دايليتور فايبرز، اهو نو فازو دايليتور فايبرز، مفيش فازو دايليتور فايبرز، هو السمباثاتيك بس اللي بيشتغل فازو كونستريكشن. في حته بقى عمرنا ما قلناها قبل كده وهعلم عليها يعني. بص يا سيدي، فاكر الكولينرجيك فايبرز اللي بتروح للسويت جلاندز كانت ايه؟ كانت سمباثاتيك، كانت اصلا سمباثاتيك اهي، كانت اصلا سمباثاتيك. السمباثاتيك كولينرجيك فايبر اللي بتروح للسويت جلاندز دي بتشغل السويت جلاندز، كانت بتطلع ماده، دي اول مره نقولها، بتطلع ماده اسمها كالي كراين، كالي كراين انزيم. كالي كراين ده بيتحول الى بيحول سوري الكاينينوجين الى كاينين، والبرادي كاينين كان بوتنت فازو دايليتور. يبقى بيحصل فازو دايلاتيشن في السيركيوليشن اوف ذا سكين باي نيرفس؟ لا، في نيرف فايبر كده رايح يعمل فازو دايلاتيشن؟ لا مستحيل. امال اللي بيحصل نفس السمباثاتيك اللي رايح للسويت جلاندس، سويت بيطلع كالي كراين ده، كالي كراين ده بيحول الكاينينوجين الى كاينين، والكاينين بيعمل فازو دايلاتيشن. في حاجه اسمها وايت رياكشن وايت ريبل ريسبونس. خربش نفسك بحاجة بلانت، بلانت ده يعني حاجة مش حادة، بلانت زي مفتاح مثلا، خربش نفسك بضوافرك كده يعني. هتلاقي فيه مكان السكراتش ده، سكراتش يعني الخربشة، سكراتشنج سكين اهو باي بلانت اوبجكت، هتلاقي المكان ابيض، مكانه ايه؟ مكانه ابيض، مكان الخربشة دي ابيض due to contraction of precapillary sphincters. اول حاجة بتحصل، بص ده بيظهر في التريبل ريسبونس احسن، التريبل ريسبونس دي حاجة عملي فبالتالي هنعلم عليها برضو بالأزرق، يعني مهمة أو مش مهمة مش عارف. حاجة عملي كده بيقول لك إن أنت لو خربشت نفسك بمفتاح أو بحاجة، أول حاجة بتحصل إن بيظهر لك علامة بيضة، ثم بتحمر، ثم بيحصل إيديما. العلامة البيضة بسبب contraction of precapillary sphincter. لو البري كابيلاري سفينكترز حصل فيها كونتراكشن، يعني بري كابيلاري سفينكترز اللي هو السفينكتر اللي قبل الكابيلاريز، كده مفيش دم في الكابيلاريز، فجلدك هيبيض عشان مفيش دم واصل. ثم يحصل ايه؟ فازو دايلاتيشن. ليه حصل فازو دايلاتيشن؟ عشان في ادينوزين وبرادي كاينين اتجمعوا في المنطقه دي فتحمر. ثم يحصل اديمه. ليه حصل اديمه؟ عشان حصل البرميابيليتي بتاعت الكابيلاريز زادت. يبقى ريد لاين، ريد لاين بسبب كابيلاري دايلاتيشن، الفلير اللي هو بتاع البيضه دي باي لوكال اكزون ريفلكس على البري كابيلاري سفينكترز بتحصل فيها كونتراكشن، ثم اديمه بسبب الكابيلاري بيرميابيليتي. تمام، ممكن يسالك فيها ام سي كيو، ايه سبب الريد لاين؟ تقول له فازو دايلاتيشن بالهيستامين. ماشي، السبب الفلير؟ قول له لوكال اكزون ريفلكس بسبب سابستانس بي، بي دي جاي من بين. ايه ليه لوكال اديمه؟ كابيلاري بيرميابيليتي زادت. بقى لنا كده ايه؟ بقى لنا السكيليتال ماسل. السكيليتال ماسل بقى نفسها كنا بنقول برضو ان البلاد فيزلز اللي رايحه لها بتكون سمباثاتيك، عليها سمباثاتيك ريجوليشن اونلي، حتى لو حصل عاوز يحصل عليها فازو دايلاتيشن بيكون سمباثاتيك فايبر كولينرجيك، يبقى هي والسكين بيروح لهم سمباثاتيك اونلي. السكين ما فيش نيرف فايبر بيروح له يعمل فازو دايلاتيشن، ولكن كان بيحصل له فازو دايلاتيشن عن طريق ايه؟ كاليكراين ده.
ولكن ده بسبب سويت جلاندز هبل كده. السكيليتال ماسل لا، ده في نيرف فايبر بيطلع استايل كولين بيروح يعمل فازو دايلاتيشن، ولكن سمباثيك برضه. تمام. البلاد فلو كام؟ من 6، بص قليل قوي، من 6 ل 8 مللي في الدقيقه لكل 100 جرام، او من 60 ل 80 مللي في الدقيقه. ايه ده؟ ممكن يزيد بقى، بيزيد يعني في الاكسرسايز من 60 ل 80 مللي في الدقيقه لكل 100 جرام، حاجه قليله يعني. بص الارقام مش حفظ، ولكن تعرف مين قليل ومين كتير. اكتر واحد هو الهارت والبرين. تمام، الهارت بيزيد وقت الاكسرسايز، البرين 750 مللي ما بيزيدوش ولا بيقل وقت الاكسرسايز ولا وقت المذاكره. امال ايه اللي بيحصل؟ الرسمه اللي انا علمت لكم عليها بالازرق دي، ان ريجوليشنال ديستريبيوشن بس بيحصل من ريجن للتاني، يعني انت بتذاكر فالفرونتال كورتكس يروح لها ايه، دم اكتر، والدم يقل في الباقي. طب ايه الميكانيزم اللي بتؤثر على السكيليتال ماسل وقت الاكسرسايز؟ كلام كلنا هنكون عارفينه، ان بيفور الاكسرسايز الهايبوثالامس بتحس انك عاوز تعمل اكسرسايز، فبتشغل الهايبوثالاميك ايه، سمباثيتك فازو دايليتور سنتر، يروح مشغل ايه، فازو دايليتيشن في السكيلتال ماسل عن طريق كولينرجيك نيرف فايبر. بيحصل رايز في الارتيريال بلاد بريشر عن طريق البارو ريسبتور. البارو ريسبتور بتحس ان انك عامل فازو دايليتيشن، صح؟ فبالتالي لو لما يحصل فازو دايليتيشن الضغط بيقل، فهي بتعلي دي. تمام كده، تمام. سوري، ذا رايز ان ارتيريال بلاد بريشر، انت ضغطك بيعلى الاول، اسف يا جماعه، انت ضغطك بيعلى الاول، فالبارو ريسبتور بتحس، فبتقلل ايه، الفازو موتور تون، فيحصل فازو دايلاتيشن. فاكس. المهم بقى، في حته عندي مهمه قوي، الحته المهمه عندي ان في برضو لوكال ميتابوليزم، وعندي فازو دايليتور سبستانسز برضو، عندي فازو دايليتور سبستانس. المهم عندي هنا ان اللاكتيك اسيد، اللاكتيك اسيد از ذا موست ايه، بوتنت فازو دايليتور. ماشي، مش مكتوبة هنا، مش عارف ليه، هتتكتب قدام. يبقى تاني، أي حاجة في الجسم براديكاينين، القلب أدينوزين، المخ سي او 2 دايركتلي، اتش بوزيتيف ان دايركتلي، البتاع ده السكيليتال ماسل لاكتيك اسيد. اوكي، تعالى تعالى نشوف كده حاجة كده في التكاسة، هما بيقولوها في الايزومتريك كونتراكشن. انت جيت تعمل ايزومتريك كونتراكشن، البلاد فلو هيزيد ولا هيقل عن الايزوتونيك؟ طبعا هيقل. ليه؟ كنا قلناها في شابتر المصل، عشان البلاد فيزلز كونستريكتد ديورنج ايزومتريك كونتراكشن. كنت قلت لك وانا بشرح الايزومتريك والايزوتونيك، كنت قلت لك الايزومتريك غبيه، بتضغط على البلاد فيزلز اللي بتغذي المصل، فبالتالي يقل البلاد فلو. طب الايزوتونيك لا، دي حاجه اكتيف وبيحصل فيها فازو دايلاتيشن والدنيا حلوه جدا، ولكن بعد ما تخلص الايزومتريك كونتراكشن البلاد فلو بيزيد. بص بص، بات افتر، لا نغير اللون بقى، بات افتر الاكسرسايز البلاد فلو بيزيد، ده حاجه اسمها رياكتيف هايبريميا كنا خدناها. يعني ايه رياكتيف هايبريميا؟ يعني انت قفلت البلاد فيزل بس اتكون ميتابولايتس، اول ما تشيل ايدك وتفتح البلاد فيزل الميتابولايتس دي هتعمل ايه؟ فازو دايلاتيشن، هو ديوتو اكوميليشن اوف ميتابولايتس. مين لمين يا جماعه؟ اللاكتيك اسيد. ايه السيركيولاتوري ريسبونس للاكسرسايز؟ الاكسرسايز جسمنا بيرد عليه ازاي؟ جسمنا بيرد عليه بحاجات كلها انت عارفها، بس عاوزين هنا نركز على حاجتين. موضوع الايزومتريك والايزوتونيك كنا شرحناه قبل كده، ولكن هنشرحه تاني. الايزومتريك يعني زي ويت ليفتنج، انت بتشيل وزن تقيل، او ايزوتونيك انت بتعمل اكسرسايز بالفعل. تعالى يعني فوقك من الكلام اللي موجود هنا، وتعالى انا اكتب لك حاجه كده تبص عليها وتنجز نفسك. هنعمل ايه؟ هنعمل مقارنه بين الايزومتريك، متريك هنا، متريك وهنا، ايه وهنا، تونيك. لا مش هنعرف نعمل المقارنه، ولا نعرف عادي، وهنا ايه، تونيك. بص يا سيدي، السيستوليك بلاد بريشر بيعلى في الاثنين، السيستوليك بلاد بريشر بيعلى في الاثنين. ليه؟ لان السيستوليك بلاد بريشر ده يعني عباره عن البريشر وقت السيستول، وكده كده الهارت هيضخ اكتر عشان يدي دم اكتر في الاثنين يعني. طب الدايستوليك بلاد بريشر ده اللي مهم بالنسبه لي، الدايستوليك بلاد بريشر يزيد في مين ويقل في مين؟ انا هنا ايزومتريك، ايزومتريك ضغطت على البلاد فيزلز، ضغطت على البلاد فيزلز وقت الدايستول، الضغط على البلاد فيزلز اللي كانت بتقفل البلاد ارتريز دي تعلي لي الدايستوليك بلاد بريشر، دايستوليك بلاد بريشر. لكن هنا انا بقى اصلا في الايزوتونيك بعمل فازو دايلاتيشن، فلما اعمل فازو دايلاتيشن اقلل الدايستوليك بلاد بريشر. معايا يا جماعه؟ مستوعبين الموضوع ده؟ كنت شرحت الكلام ده قبل كده بس اشرحه تاني، انه لو عملت فازو دايلاتيشن هقلل الدايستوليك بلاد بريشر، عملت ضغطت على البلاد فيزل وقفلته هيزود الدايستوليك بلاد بريشر. يلا، ماينس السيستوليك ماينس الدايستوليك يطلع لي ايه؟ يطلع لي البلس بريشر. السيستوليك عالي والدايستوليك عالي، بالتالي هلاقي عندي ايه؟ هلاقي عندي ايكوال بلس بريشر، يعني البلس بريشر مش هيتغير.
طب هنا السيستوليك عالي والدايستوليك قليل، لا انت كده بتماينس حاجه عاليه قوي ماينس حاجه قليله قوي، فهيزيد البالس بريشر قوي. تمام، حتى وانت بتجري ولا حاجه بتحس ان نبضات قلبك قويه كده. تمام، لكن جرب تشيل وزن تقيل، لا نبضات قلبك ايه، هي هي بس. ده اللي انا ايه، ده اللي انا عاوزه. طب بالنسبه للهارت ريت بيزيد في الاثنين برضو، ايزومتريك ايزوتونيك، الهارت ريت بيزيد فيهم. تمام، اصلا السيستوليك بيزيد بسبب البتاع. طيب ستروك فوليوم بقى والكلام ده، خلاص فكك ايه من الكلام ده كله، انا خلاص يعني خلصت لك الكلام اللي فوق برسم بالكلام اللي انا كتبته. الكاردياك اوتبوت انكريزد ديورينج ايزوتونيك اكسرسايز، بسبب الكاردياك اوتبوت كان عباره عن ايه، عباره عن ستروك فوليوم. كاردياك اوتبوت كان عباره عن ستروك فوليوم تايمز هارت ريت، صح؟ طيب فالهارت ريت هيزيد ولا الستروك فوليوم هيزيد؟ الستروك فوليوم هيزيد ليه؟ باي ديكريز اوف اند سيستوليك فوليوم. لو مش فاكر الكلام ده ارجع لفيديوهات كاردياك اوتبوت. يعني بقى كلام عبيط خالص، اخر حاجه خلاص بيختموا بيها. اشرح الميكانيزم اللي بيزود الهارت ريت ديورنج اكسرسايز، يعني ليه الهارت ريت بيزيد في الاكسرسايز، يعني هعلمها لكم بالاخضر كده عشان حته حلوه لذيذه. يعني ليه الهارت ريت بيزيد ديورنج اكسرسايز؟ بيقول لك مثلا ايموشنال، الموضوع ممكن يزيد ايه، ايموشنال قبل الاكسرسايز نفسه، انت داخل تجري ولا حاجه، قبل الاكسرسايز ممكن الهارت ريت يزيد. والسمباثاتيك طبعا، السمباثاتيك بيزود الهارت ريت والفيجاس طبعا هيقل. سيركيوليتنج كاتيكولامين، يعني خد بالك انا بقول السمباثاتيك كنيرفس لوحده، كنيرف لوحده، وبقول الكاتيكولامين كهرمونز لوحدها، هنا هرمون مين لمين؟ من الادرينالين، سبيشال الادرينالين، لان الادرينالين كان بيشتغل على البيتا ريسبتورز، فاكر الكلام ده؟ كان بيشتغل على البيتا 1 ريسبتور اكتر من النور ادرينالين، صح؟ فبالتالي البيتا 1 دي اللي متحكمه في الهارت ريت. والبادي تمبريتشر، البادي تمبريتشر كان تاثيرها على الاس اي نود انها بتزود الاكتيفيتي بتاعت الاس اي نود، تمام؟ لكن البادي تمبريتشر بشكل عام كانت بتعمل ايه؟ فازو دايلاتيشن. فما تلخبطش نفسك، انا دلوقتي بتكلم على الهارت ريت. فلما اقول لك هارت ريت تقول لي بادي تمبريتشر تاثيرها على الاس اي نود. وزيادة الفينس ريتيرن بقى عن طريق البين بريدج ريفلكس، فاكر البين بريدج ريفلكس ده كان بيقول لك ايه، الفينس ريتيرن يزيد يبقى الكاردياك اوتبوت هيزيد، فعادي يعني كلام عبيط. والبروبريوسيبتور بتاعت الجوينتس والتندون والماسلز، فاكر كنت بقول لك ان في عالم كده اسمه علام، كنا بنسميه ده علامز ريفلكس في الارتيريال بلاد بريشر، كان بيقول ان في ريسبتورز في الماسلز والتندونز اول ما يحصل فيها ستريتش ترجع على طول على الهارت تعمل تعمل ايه، تزود الهارت ريت. هو كده خلصنا المنهج، وشكرا لكم انكم استحملتوني وفضلتوا معايا ده كله. ولو حد عاوز يسأل اي حاجة يسأل.